قلبي على الترجي في ملعبه ويؤجل حسم لمباراه العوده في استاد القاهره يوم السبت القادم ان شاء الله. كابتن شريف، اعتقد نتيجه مقنعه. الشوطين تحس ان الفريقين راضيين بالتعادل، حتى الترجي الشوط الثاني واضح انه راضي بالتعادل. نتيجه طيبه بالنسبه لنا احنا يعني. الجميل فيها انك انت اتعرفت على الترجي، تعرفت على امكانيات الترجي، وتعرفت ان الترجي اسلوب لعبه اللي هو التحفظ ويعمل كونتر اتاك او يعمل كور طويله، ما عندوش اي انياب ثانيه غير اللي احنا شفناه ده الحقيقه. يعني الترجي صاحب باص اثنين ولونج باص للراجل رودريجيز اللي هو البرازيلي. لو انا فاكر، لو قلت لك انا المباريات دي والفرقه دي انا اتفرجت عليها، احسن حل ليها انك تضغط عليها، والضغط عليها والاستحواذ فيها بيهدد. يعني انت شكلك الشوط الثاني غير الشوط الاولاني خالص، وهم ساعدوك في كده كمان. يعني هم ما ابرزوش اي حاجه غير من الفاولات اللي احنا بنعملها او اللي بتتحسب علينا اذا كان لينا او ضدنا او 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 هي دي بس الشكل اللي بيخش بيك خط 18 عندك. انما لا، انت شفت عرضيات غير الاولى الوحيده اللي تعبت في لحقها قبل الخط ولعبها، وكانت دي كانت هدف 100%، لولا الراجل حطها وطوح دماغه فيها فحطها جنب العرض. دي الكره الوحيده اللي كانت تحسب للترجي. انما انت تاني شوط انت لو عندك رغبه في الفوز والله كنت هيكون ليك التقدم بهدف وممكن اتنين كمان، لانك انت ابتديت تطلع ناحيه الشمال وابتديت تبرز الناحيه اليمين كمان، وهاني ابتدى يشوط. يعني في كره شيطها هاني لو بيرستاو حط رجله فيها وحولها، بس كان اوفسايد. كان اوفسايد؟ بيرستاو كان اوفسايد. هنشوفها كده وبتهيألي اتحسبت اوفسايد. اتحسبت اوفسايد. تعيد لي على الواحده. لا والله. ف حسين الشحات عنده كذا كوره، وسام عنده توغل جوه وعنده كام كوره وقطع من جوه. انت انا بلعب بتفرج على الماتش ومش مصدق. يعني ان انت كان عندك فرصه كبيره قوي ايمن، انك انت اللي يكون عندك النهارده تحط رجل كبيره في النهائي يعني. فالحمد لله التعادل نتيجه جيده للنادي الاهلي. طبعا التعادل هناك بالاجواء اللي انت شايفها دي، بالتكتيفه اللي احنا متكتفينها جوه الملعب، مع الجو اللي هناك، مع السفر، مع 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 كلنا لعيبه كوره وعارفين يعني. ما كناش بنروح نكسر الدنيا وسبرنتات، بنعمل كده وكل حاجه، بس كان بتبقى في فرق واقفه قدامنا عندها رغبه اكتر من كده. هل دي امكانيات الترجي؟ ارد عليك بعد مباراه النهائي هنا بالاسلوب اللي انا بحبه، اللي هو الضغط على الخصم يثمر اخطاء. يعني هنتكلم على مباراه العوده ان شاء الله. يعني ياسين مرياح ومحمد امين لما بتضغط عليهم ما بقاش عندهم حلول. بي 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 اب بيروح ضاربها بشماله عاليه، انت بتاخد الكره الثانيه وبتضغط ثاني. اكيد حاجه، شفت التصويبه اللي عملها امام عاشور؟ كنت انا وانت قبلها، كنا انا وانت وحشيش بنقول قبلها ايه، امام لو اتلم على واحده على خط ال 18 وبعتها صح هيبقى لنا. كانش في مجازفه من عندنا هجوميه من الاول، كان في ارتكاز من مروان عطيه. بالنسبه لاكرم توفيق تحس ان هو مزودها او ما اعرفش، لا هو عايز يحط نفسه في حاله ثقه زياده عن اللزوم، وبس جري كتير قوي. يعني صحيح. انت كنت محتاج ده النهارده، انك تلاقي لعيب في وسط الملعب جنب مروان عطيه بيجري كتير قوي. عشان كده انا قلت لك يا ريت نلعب ايه 4-2-3-1. ده كنت هتحس بالامان في الارتكاز الاثنين جنب بعض، مش هتدي اكرم يعني مجهود زيادة. كان هيبقى عنده مجهود متوفر وكل حاجه، يقدر يطلع كره سليمه، يقدر يتحرك. الاصابه بتاعت علي معلول اثرت في الفرقه عندنا كلها. صح. بصراحه يعني دي اللي خلت الترجي معاك تاني شوط. يعني لو معاك علي معلول الشوط الثاني انت كنت هتلاقي عرضيات وهتلاقي انطلاقات وهتلاقي الضربات الثابته حتى بتتلعب باحترافيه، لان اللي بيلعب لك الضربات الثابته از كورنر از فاولات از كل حاجه هو علي معلول. فربنا يكون انها اصابه شويه تلج بسرعه، والاسبوع ده يكمل علاجه على خير. وهنا باذن الله نقول كلمتنا ان شاء الله، ولكن نشكر اللعيبه والجهاز الفني النهارده، وميعادنا باذن الله السبت الجاي باذن الله ان شاء الله رب العالمين. كابتن حشيش، لو قلنا تعادل مقنع ونتيجه جيده للنادي الاهلي، الا اننا لقينا كمان في حاله من الرضا
لعيبه الترجي على التعادل السلبي النهارده مع نادي الاهلي، معنهم كانوا بيلعبوا في ملعب، كان باين يعني، كان باين حتى في ادائهم يعني، سيبك من الرياكشن بتاعهم بعد المباراه، انما كان باين طول المباراه يعني. الفريقين بصراحه مباراه متوسطه، الفريقين افرطوا في الدفاع، ما حدش كان عنده المجازفه الهجوميه للنادي الاهلي ولا الترجي. دي مقبوله بالنسبه للنادي الاهلي بالظبط، انما النادي الترجي مش مقبوله. انت بتلعب على ملعبك ووسط جمهورك، وحتى اخر تلت ساعه يعني، اخر تلت ساعه اساسا المفروض ان هم يعني كانوا زودوا الضغط دلوقتي شويه، الشراسه الهجوميه كانت تبقى اكتر من كده، ما حسيناش بالقصه دي خالص. يعني حسينا ان هم بيلعبوا بوتيره واحده من اول المباراه، ما بيسعاش للمكسب خالص يعني، انت فاهم ازاي؟ انا كنت متخيل ان كان يبقى الراجل يزقهم لقدام شويه ويضغط، يضغط على لعيبه النادي الاهلي في الاخر عشان يجيب هدف ممكن يعني يفرق معاه جامد ويريحه. لا لقينا، لا كانت وجهه نظره ايه؟ هل هو ده اسلوب لعب؟ يعني اسلوب لعب في المباريات ومستني المباراه الثانيه، عنده احساس ان هو بس انا على الاقل اخد ميزه اللعب على ملعبي وسط جمهوري، انما طول المباراه بوتيره واحده تقريبا. هو واضح انه خايف جدا من النادي الاهلي، وخايف من احراز النادي الاهلي الهدف في ارضه. هيفرق معاه جامد جدا، فهو يقول لك أأمن، والمباراه الثانيه هيبقى النادي الاهلي غير، النادي الاهلي هيهاجم لان المباراه 0-0، فلازم النادي الاهلي يهاجم، فممكن هيفتح، ممكن يريحه في اسلوب لعبه هو اللي هو الكره الطويله. انا متخيل ان النهارده برضو يعني كان في تاخير في التغييرات، يعني ما شفنا قفشه نزل وابتدى يمسك نص الملعب ويتحرك وينقل شويه، كان ممكن من بدري شويه كان ممكن يعني يبقى في حاجه. شفنا حتى حط كوره لبرستاو، برستاو برضو اتاخر فيها. حشيش ما فيش مدرب في العالم فرقته بتبقى ماشيه وستدي كلام من ده تمام، وبيجازف بالتغييرات الا في الحاله اللي انت قلت عليها دلوقتي دي، هي ما فيهاش مجازفه لان هو طلع امام ونزل قفشه، الحاله فاحتفظ برضه بنفس الحته الدفاعيه بتاعت اكرم. انا ما كنتش حشيش، انا ما كنتش طلع امام، انا كنت طلع حسين الشحات واخلي لغه قفشه مع امام، هم دول الاثنين الكوبل اللي يقدروا يترجموا لك اي حاجه. هيغير من اللي انت بتقوله ان هو شايف الفرقه متعادله وماشيه متعادله، فهيغير في اسلوب اللعب، ان بيلعب اتنين ديفندرات، هيلعب اتنين صناع لعب في نص الملعب، هيبقى ناحيه امام اترمى ناحيه الشمال. واضح كمان ان التعادل كان مرضي بعض الشيء لمستر كولر 100%، لان هو بان في التغييرات انها متاخره قوي، وفي نفس الوقت برضو يعني الفرقه الثانيه ما فيش يعني اي حاجه هجوميه، يعني المستغرب من الفرقه انها حتى مش ضاغطين في اخر ربع ساعه عادل على حتى المساكين بتوعنا، المساكين بتوعنا يعني استهلاك الوقت كله جه عن طريق المساكين رامي وعبد المنعم، ينقل يمين وينقل شمال وينقل، وهم مش حاسين بالوقت يعني، الفرقه الثانيه مش حاسه بالوقت. لا اعتقد ان ده اسلوب لعب مدرب 100%، هو راضي بالقصه دي بالزبط. خايف من النادي الاهلي خوف كبير جدا جدا، مش عايز يجي في جون هنا لان هتبقى المهمه صعبه جدا في القاهره، فهو يقول لك اطلع. بس خلي بالك يا كابتن حشيش، ممكن انت لعبت في الاراضي التونسيه، الترجي التونسي بيجيد اللعب خارج الديار 100%، وزي ما انا قلت لك في البدايه خالص ان الجمهور بتاع الترجي مش زي جمهور النادي الاهلي، بيشجع من اول دقيقه لاخر دقيقه، انت سمعت تحس الجمهور بعد 10 دقائق او ربع ساعه ما كانش حد بيشجع، خلاص هم يعني منتظرين ايه اللي يحصل، وانما تشجيع ويدوا دعم للفرقه مفيش خالص. وهو في الحقيقه حتى شفت لعيبه الترجي مفيش نحراره حتى، ان يعني هم واضح ان ده اسلوب لعب، والراجل مديهم انطباع ان ما يدخلش فيه الجول، وعندنا بس وعندنا شوط تاني في مصر ممكن النادي الاهلي يهاجم على ارضه، هيبقى فيه مساحات الكور طويله اللي هم دايما ده اسلوب اللعب بتاعهم. فالنتيجه طبعا بالنسبه للنادي الاهلي اي حد بيعمل نتيجه 0-0 بره ارضه بتبقى طبعا احسن للضيف مش احسن للمضيف يعني. صحيح. نتمنى ان طبعا الشكل يتغير، طبعا الشوط الثاني اللي هو في مصر في اخطاء طبعا في لعيبه النادي الاهلي برضو بالنسبه للفاولات والحاجات اللي على الجناب، الفاولات اللي ملهاش اي لازمه هنتكلم فيها يعني. باذن الله رب العالمين. كابتن اسامه، رايك في اداء الفرقتين وفي قناعه من الفرقتين بالتعادل؟ ده من اول الماتش ماشي كده يعني، من اول دقيقه لغايه الدقيقه 90 الماتش ماشي على نفس الايقاع البطيء ونفس الاداء الريتم القليل قوي. بس انت قلت بين الشوطين ان ده في صالح النادي الاهلي. ما طبعا، ما هو
ما هو الايقاع بالطريقه دي، انا بلعب على ملعبي، انا الترجي بلعب على ملعبي وسط 50,000 ولا 60,000، لو ما استغلتش الجمهور ده، وحتى في فترات بضغط عليها زي ما الكباتن قالوا، بهدد النادي الاهلي بكرات عرضيه بتسديد يعني يبقى في حاجه، لكن الايقاع اللي هو القليل البطيء ده قوي، اللعب اللي فيه تحفظ زياده عن اللزوم تحفظ، اصل في فرق بين تحفظ وفي فرق تحفظ زياده عن اللزوم. طب انت يعني هم راضيين، المدرب كان بيفكر في ايه؟ هو 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 بيلعب زي ماتش سان داونز بالظبط، هو قافل ما يجيش فيه جون، خطف خطف، ما خطفش خلاص يصبر بقى على الماتش الثاني. يعني جات له ضربه ثابته، جات له زي كره لل... ما حسسناش يا اسامه انه عايز يخطف حتى. لا لا يعني لا بس انا هقول لك ليه، بتكلم على انه لا بتكلم على انه هو مستني دي بس، يعني مش طبعا مش مفيش اي رد، حتى نقل الكوره كتير قوي لتحت في التلت الاخير بتاعهم وفي نص الملعب. النادي الاهلي طبيعي انت بتلعب بره ملعبك والمنافس بيلعب بالاسلوب ده وبالايقاع ده، ونهائي ونهائي انت في مصلحتك ان الماتش يفضل كده رتمه قليل، مفيش مجازفه، فخلاص انت النادي الاهلي يجازف ليه؟ هو بس الفكره ان كان ممكن، انا قلت ان كل ما الوقت كان بيضيق الاهلي كان عنده فرصه انه يخطف او يهاجمهم، كانوا هيلاقوا اكتر. بس كان هو قلقان من الدقيقه الاولى لمثلا الدقيقه 75 او 80 وهو على ملعبه وخاف يجيب في جون، تخيل بقى انت لو حولت الاسلوب ده لضغط شويه قدام وكده في اخر 10 دقائق. هي هي يعني يمكن لما نزل قفشه ورضا سليم يمكن كان عايز يعمل كده، ومسكنا الكره شويه قدام حتى هاني شوط واحده يعني حتى هاني شوط واحده ومش عارف كورنر وحسين الشحات بواحده، يعني بقت في ريحه. لكن برضه هو مستر كولر طبيعي، انت في صالحه انت مهدي لي الماتش كده ومش عايز تجازف، انا كمان خلاص النتيجه ماشيه كده. ففي النهايه التعادل ما فيش شك، حتى لو احنا بنقول التعادل 0-0 نتيجه يعني في ناس في مدربين ما بيحبوهاش قوي ان هي مقلقه، لكن هي برضو في الفرقه اللي هي بتلعب على ملعبها ماتش العوده احسن لها طبعا. هو تعادل مفيش حاجه يعوضها، عنده فرص انه يكسب، عنده فرص تعادل يعني انه يكسب باي نتيجه يعني. ففي النهايه الماتش مشي لصالح النادي الاهلي خلاص. مستر كولر ما حبش يسرع الماتش، طالما هم واخدين الريتم ده من اول الماتش لاخره خلاص. يعني ما فيش حاجه النهارده تتقال على الماتش بصراحه، يعني لا في فرص خطيره هنا ولا هنا، ولا في مثلا احداث تقدر تتكلم فيها. حتى هو الماتش واضح انه اكنك اتفرجت الشوط الاولاني زي يعني اكنك اتفرجت على الشوط الاولاني اتعاد تاني الشوط التاني. أيوة. يعني احنا قلنا ممكن يبقى في تسريع حتى شويه اللعب، في مخاطره شويه، لا فضل العدم المخاطره لغايه اخر وقت في الماتش. فالنتيجه الحمد لله الى حد ما مرضيه، وان شاء الله النادي الاهلي يقدر هنا يخطف ويجيب اكتر من هدف كمان ان شاء الله. كابتن عادل، الترجي ما كانش عنده حلول المباراة طوال المباراة بسبب اسلوب لعب النادي الاهلي ومستر كولر النهارده، ولا بسبب افتقادهم للشراسه والرغبه في الفوز؟ لا اكيد هو عايز يكسب طبعا، بس احنا خلينا يا كابتن نبقى منطقيين، واحنا قلنا وانا يمكن اتكلمت في الامر ده قبل الاستوديو، قلت لك الترجي هيلعب يدافع، احنا بيدافع في ملعبه وبيدافع بره ملعبه. الترجي مع المدرب البرتغالي الجديد واقعي للغايه، لانه عنده لعيبه اقل في الحته الهجوميه، هو عندهم اطوال، عنده كور ثابته، عنده دفاع كويس منظم، وبعدين بيلعب على حاجات معينه بيستنى معي. بيستنى الكوره يعني هل يعقل ان الترجي ما يضغطش عليك زي ما الكابتن اسامه والكابتن حشيش والكابتن شريف بيقول لك، هل يعقل ان هو ما يضغطش عليك فعلى ملعبه؟ يبقى هو مش عايز، لا هو عايز لكن امكانياته كده. الحاجه الثانيه الخوف والتجربه الناجحه مع سان داونز، فمخلياه قال يعني بيعمل نفس التجربه مع النادي الاهلي، ان هو بس النادي الاهلي ما لعبش بنفس اسلوب سان داونز. ايوه يا كابتن، بس انا عايز اقول لك حاجه، لا هو شوف انت اهداف اتكلم على انه
الترجي في الوقت الحالي هو مش اجل حسم، الترجي بيشتغل على 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 يا كابتن على الاخطاء فقط. الترجي بيشتغل على الحظ، يقول لك لما اجي مصر هنا ممكن اقفل، لا لا ما بيغيرش مسلوب واطلع على البنالتي. ما هو بالظبط كده يا كابتن، هو رايح للبنالتي، هو بيتكلم على انه يروح للبنالتي، انا كمان بعرف ادافع مش هيدخل فيا جول. لا هو كان عايز يكرر سيناريو سان داونز مع النادي الاهلي بس ما نجحش، بمعنى ان هو يلعب بنفس الاسلوب دوت على اساس انه يخطف جول في اي وقت من اوقات المباراه ويطلع بيه كسبان. ماشي يا كابتن، ما هو انا قلت لك ان هو عنده ايه، كل مدرب بيبقى عنده اسباب التهديف، كل فرقه وبيبقى عندها الطرق اللي ممكن يروح يجيب بيها هدف. احنا الترجي ملوش الا طريق واحد، وانا كلمتك فيه قبل الاستوديو، اللي هو القوار الثابته فقط لا غير، والدفاع المنظم. وعشان كده قلت لك الكوره الثانيه للنادي الاهلي، انت الشوط الثاني تملكت الشوط اكتر من الشوط الاولاني عشان الكوره الثانيه. احسب كم مره النادي الاهلي خد الكوره الثانيه في الشوط الثاني. او الباص السليم. انت اخذت فتره بتباصي باص بتتحرك. اهم مع الترجي يا كابتن شريف، مع فرقه زي كده، اولا الترجي مستنيك انت اللي تهاجمه. مظبوط. عمال يسحب فيه. غريبه جدا. وبيلعب على غلطاتك. وبيلعب على اسلوب. وبيلعب على غلطاتك كمان. اسلوب لعب. هو 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 شوف، هو الترجي نوعيه لعيبته كلها النمط الجسماني واحد. هو مختارين اطوال، مختارين قوه. ما بيقدرش، ما عندهمش خفيه حركه. علشان كده انا بقول ايه؟ انت هنا في استاد القاهره المباراه ممكن تبقى عليك صعبه للغايه. لو ما لعبتش ناس خفاف وعندها سرعه. ما دي هنتكلم فيها. لكن اهم ما في الموضوع بالنسبه لفرقه الترجي النهارده انك انت حجمت عندهم الكور الثابته. هي دي اللي كانت فيها صعوبه، رغم ان مرياح جات له واحده اللي اتزحلقت وحطها جنب العارضه، لكن هم عندهم الخطوره دي. كل فكره بس مصطفى غربال النهارده كان ملجم النادي الاهلي شويه، حجمنا فعلا صح. وكان بيدي فاولات كتير لمصلحتهم، لان هم ما بيقدروش الا الكور الثابته، فمصطفى غربال عملها قدام كور ثابته كتير. اظني مش هيقدر مش هيقدر الحكم يجي يعمل كده في القاهره. يعني احنا دائما ما يعني مش احنا مش عايزين حد يجاملنا، احنا بس يدينا حقنا. زي النهارده اكتر من كوره خطر عليك مش فاول عليه، صحيح، اداها مصطفى غربار. الفكر خلاص اتغير. نادي الاهلي الفتره اللي قادمه الاسبوع القادم عنده معركه تقيله وكبيره مع الترجي. لو ما نفذش النادي الاهلي الفكر اللي هو يقدر ان هو يجاري فرقه الترجي، ما يهاجمش بشراسه هنا، يقدر يعدي الترجي كويس. لو هاجم بشراسه فيها خطوره على النادي الاهلي. الهجوم لازم يبقى منتظم سنه بسنه، لان الترجي فرقه تعرف تخطف. خطفت سنه بره ملعبها، هناك بره ملعبها. احنا عايزين نخطف كورتين ونخلص الحكايه يا كابتن. احنا كلنا نتمنى، لكن انا بكلمك على فرقه الترجي. هي هكذا فرقه الترجي، فرقه ما فيهاش انياب هجوميه في اللعب، ولكن عندها انياب هجوميه في الكور الثابته. عندهاش اتزان ما بين الخطوط كلها، ولكن عندها خط دفاع قوي جدا وخط نص ملعب بيعرف يدافع كويس لفرقه الترجي. بدليل الترجي ما دخلش فيهم الا ثلاث اجوان، وفي مباراه واحده. يعني الترجي ممكن يبقى لاعب دخل في 12 ماتش ولا حاجه، لاعب زينا في 12 مباراه، النهارده 13 مباراه ما دخلش فيهم الا ثلاث اجوان. زيك كان نادي اهلي، هو بيدافع برضه كويس جدا، وبيدافع دفاع شرس، وعنده لعيبه شرسين. فانت لازم تقابلهم هنا بفكر اخر ان شاء الله. كابتن شريف، هل اصابه علي معلول في البدايه اثرت على الاداء الهجومي النادي الاهلي النهارده؟ قلت لك يا كابتن ايمن، الراجل بالنسبه لنا في الوقت ده في مباراه خارج مصر في ملعبه رادس في تونس، انت كنت معتمد على اهم حاجه الباص السليم ناحيه الشمال. انت لما تجيب كريم فؤاد تلعبه باك ليفت وتحمله هذا المجهود ده كله كويس والمسؤوليه دي كلها، هتقولي ما اثرش غياب علي معلول؟ الراجل صغير في السن وحاول يشتغل على الشكل الدفاعي،
ولكن الشكل الهجومي لو كان ناحيه اليمين كريم فؤاد كان ممكن نتكلم، انما الاصابه جات لك ناحيه اساسي لفرقه النادي الاهلي علي معلول. علي معلول ده علي معلول وعبد المنعم وكام لعيب كده في الفرقه، وامام عاشور، وكان من عماد الفرقه، من اللي هم انا لما بلعب انا جنبي محمود الخطيب ومصطفى عبده عماد الفرقه، فهمت انا قصدي ايه؟ فكنا انت لما بتيجي تنزل وجنبك الخطيب، بعد كده خرج شريف وده النادي الاهلي ومعاك الخطيب ومصطفى عبده، كنت بتحصل ايه؟ عندك قوه يعني طبعا. قوه اساسيه موجوده في الفرقه احنا طبعا. بنعتمد عليها كويس. انا ورايا ماهر همام وحشيش ورا ومصطفى يونس وحسن عمدي اسماء تخليك بتلعب ايه؟ بتهجم بس. تمام ماشي معايا. فواحد زي علي معلول نوصل للنقطه، غياب معلول ياثر التاثير ده في الناحيه الشمال؟ وانت عندك بديل غير كوكا؟ لا هو الاهم يا ايمن، الاهم بقى احنا لازم نتعلم من الحته دي، ان انا الراجل بتاعي على عيني وعلى راسي علي معلول والبديل. ايوه انا بكلم الكابتن شريف على كده، زي نهائي افريقيا ما عندكش، بتضطر تجيب واحد في مكانه بتلعب. عشيش ده بيسال في الماتش ياثر عليا ولا ما اثرش؟ اثر طبعا بكل المقاييس، ولو هنا في مصر هو مش موجود برضو هياثر عليك بكل المقاييس. بعد ما بتبقى عندك جبهه صح كويس هجوميه ماشي، بتعرف تعمل عرض وعرضيه لورا ماشي، وبتعرف تعمل ضربات ثابته الثابته وبتعرف تعمل كل حاجه تمام ماشي معاك، انت فاهم ازاي؟ تبقى مش موجود وانا عشان في ست ايام فينهم يومين سفر اجهز باك ليفت، والباك ليفت بتاعك مش موجود اصلا في مين كريم القايمة؟ كوكا، ما هو كوكا الوحيد اللي بيلعب في الحته دي، وكريم عندك. بس كريم بقاله كتير كريم الدبيز بس بعيد عن وكريم بره الحكايه هتبتدي تفكر بقى في وعمر كمان لو كان موجود لو افريقيا كان يلعب في اي حته يعني. بس انا شايف ان كريم فؤاد ادى اللي عليه يعني، ما نزلش بس كان في تاثير، ما اثرش يعني جهده كويس صحيح، بساطه مظبوط. بس هو انا في المباريات النهائيه، ده نهائي افريقيا، نهائي بطوله، مش عايز واحد يؤدي يعني ماشي. انا مش عايز واحد عايز واحد هو الفارق يبقى زي الاساسي ماشي، ما هو انت مش مجهزه من الاول. بص هقول لك انا انت كل ده مفاجاه بالنسبه ليك علي معلول، بس ورده لا مش مفاجاه. مفاجاه ايه؟ ما هو علي معلول بيلعب على طول على طول على طول كويس. طيب كان وراه كريم الدبيس فتره ووارد عمر كمال طبعا، دي غصب عن الراجل لانه مش مقيد افريقيا، بس برضه خلينا انت تجيب لنا حد متجهز افريقيا لازم. اسامه هقول لك، خليه يجيب لنا الاخبار لما يجي لنا مدى الاصابه دي، هل هي بطحه في الانكل ولا سبرنت؟ انا مع اسامه بس في الحته دي، انا زي ما بقول لك لازم البديل يكون متجهز لسبب، لان انت بتتكلم على علي معلول راجل ستاندنج على طول، خلينا في الواقع، راجل سنه كبير يعني معرض للاصابه والاجهاد، خلينا في الواقع دلوقتي يا حشيش، فلازم يبقى عندي حد بديل. افرض علي ما لحقش الماتش اللي جاي، سبرين انكل ده مثلا ممكن الله. مثلا أي. طيب انت مين البديل دلوقتي؟ تلعب بكريم برضو تاني؟ لا خلي بالك كمان إيه؟ ده انت ممكن عشيش. ده انت ممكن لا ده انت ممكن كمان تغير اسلوب اللعب بسبب غياب علي معلول، تلعب يعني ايمن هتغير طريقتك بقى. ايمن ليه غيرت طريقتك ليه؟ ما كريم يقدر يلعب، كريم حتى في ام بي كان بيلعب ساعات باك شمال، استنى بس كم، حتى في ام بي كان بيلعب ساعات باك شمال وادى مع الاهلي، لعب ماتشات كتير باك شمال. انا بقول يا اسامه ماشي، انت بتتكلم على بس هي مش حتته ماشي. طب انت يعني ما انا اصلا انا خلاص ما انت اللي انا مش عايزه يعديني في ماتش دوري، انا بتكلم على نهائي بطوله. طب كريم ولا اكرم توفيق؟ لازم اعتمد عليه في الناحيه الدفاعيه والهجوميه. طب حشيش كريم ولا اكرم توفيق؟ لا كريم شمال. كريم طبعا كريم. لا اكرم عدلته يمين، يعني اكرم يبقى باك ليفت وقفشه يبتدي الماتش. لا 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 اكرم عدلته يمين يا كابتن شريف، لا ما لعبش في الحته دي خالص قبل كده. فهي ان شاء الله ربنا يسهل وعلى على فرجتي على فرقه الترجي ثلاثه كفايه. ها تلعب ثلاثه فلات معاهم هنا كفاية. بمعنى ليه؟ لانهم هم ما بيهاجموش من الاطراف، وانت تعمل ضغط اطراف خالص 3-4-3 كده. ده هنا ده ما عندوش اطراف في تونس، يبقى هيلعب باطراف في استاد القاهره.
فانا افتكر ان الثلاثه هتخنقه اكتر، 3 4 3 هتزود نصف الملعب ونفس طريقه لعبك. انا مش بقول لك غير طريقه لعبك، اخوازك هيبقى هي طريقتك. هو مش غير الطريقه يا عم، انا فاهم. لا الراجل مش غير الطريقه. مين بتاع تونس؟ بتاعنا احنا. ليه؟ مستر كولر مش هيلعب 3 4 3 4 3 4 ليه؟ واحد بيلعب طول عمره كل ماتشات 4 ورا، هيغير دلوقتي في الماتش الاخير 3 ليه؟ عاوز اكمل فكرتي. كريم فؤاد يلعب عادي، ايه المشكله؟ اسمع يا كابتن اسمع، اكمل فكرتي. فضل. انا دلوقتي بتكلم على الاخر، انك انت بتلعب في مصر، بتكلم على الفرقه في الفريق الاخر الترجي. انا الترجي ما بيلعبش باطراف، والترجي فرقه كل هدفها انها تدافع كويس وما بتعملش هجمه مرتده وتعمل موقف ثابت عشان تيجي يجيب جول. لا هي بتعمل هجمه مرتده بس انت ما ادتلهاش الفرصه دي النهارده. كابتن ما بتعملش هجمه مرتده، قول لي ليه؟ نوعيه لعبته مش خفاف، ان ما فيش الا الغلاني هو اللي بيقدر. امال بيلعب اساس؟ بيلعب طويل ليه يا عادل؟ هو بيلعب في المباريات اللي بره الارض بيلعب الطويل ليه؟ ما هي ما بيعتمد على سرعات ولا بيعتمد على بيعتمد على التنزيل والكره الثانيه اللي انا اتكلمت بتاعت رودريجز. ما بيعتمدش الا على اطوار الكور. كابتن الكور المرتده لازم يبقى عندك زي رضا سليم وبرستاو والناس السرعاء، انك انت تاخد الكره وتروح بيها كره مرتده. هو بيعتمد على اساس في النقطه دي، هو بيعتمد يعني اساس لما تجيله الثانيه، لان هو البرازيلي طويل يتلعب له الكره مش مهاري اصلا، مش مهاري ما يقدروش يديله في رجله. هو مميز في العالي بس هو ما بيدلوش في رجله، هم بيدلوه عالي عشان الكره الثانيه. فعشان كده انا بقول لك ايه، انت ممكن تغير طريقه لعبك، ولكن تغيير طريقه اللعب مش بالمفهوم انك انت بتغير سيستم كامل. لا انت بتلعب بثلاثه، الثلاثه الفلات اللي انت بتلعب بيهم هيبقى فيهم هاني ويبقى فيهم طرف شمال. في لحظه الديفندر بينزل تاني يبقى انت بتلعب باربعه عادي، نص الملعب بينزل تاني. انت فاهمني يعني مثلا ايه؟ يعني اقولها لك كابتن ايمن، هقولها لك بالافراد. ايوه انت لازم تعطولها بالافراد طبعا، لان انت لك سيستم لعب. لا يا كابتن مش تغيير سيستم لعب، انا دلوقتي رامي ومنعم وهاني كانوا موجودين النهارده كويس. لما اجي اعمل الطريقه بتاعتي ديت، ها انا ممكن العب كريم فؤاد في نص الملعب. لا العب كريم فؤاد الثالث، سرد باك الثالث مكان مين؟ مكان هيلعب هو ورامي ومنعم مثلا. هاني ممكن يطلع نص الملعب يبقى طرف يمين، لانك انت هتلعبها 3 4 3 كده. الاثنين اللي على الطرف في الاربعه دول اطراف، مظبوط لعبهم اطراف بس اطراف بيهاجموا. يعني انا مثلا الاقي حسين الشحات ناحيه الشمال طرف شمال، لعبها قبل كده. لا لعبها كتير، لعبها قبل كده. واي والاثنين ولاعب الناحيه الثانيه هاني مثلا ماشي، الاعب رضا وبرسي. رضا او بيرسي، هي انت عندك طرق كتير علشان تضرب فرقه الترجي كويس. من اللي احنا شفناه النهارده لازم خفه حركه، باص كتير جدا، استحواذ كويس ولكن بدياجونال وجري، لانهم عندهم القوه لكن ما عندهمش السرعات. طب بالطريقه اللي انت بتقولها دي لو لعبت، انا مش بقول الطريقه، لا انا بقى انا بتكلم، انا بقول لك لما يكون عندك مشكله، بقول فكرته. انا اقصد ايه؟ لا انا بقول مشكله، حل مشكله. لا انا فاهم مشكله علي معلول. انا اقصد لو عملت كده تحتفظ بالاثنين ديفندرات ولا تلعب واحد ديفندر ومعاه مثلا قفشه وعاشور؟ اثنين ديفندرات. لا اثنين يا كابتن حشيش، انت بتلعب دايما الثلاثه اربعه ثلاثه، الاثنين بيبقوا ديفندرات والطرفين بيبقوا باكات اصلا. تمام، بيبقوا لعيبه بس عندهم الميول الهجومي كتير. تمام. هتهاجم كتير جدا. تمام. والثلاثه اللي قدام بيعرفوا يلعبوا كروس حربه وبيدخلوا لجوه. تمام. ليه؟ عشان انت الاربعه الاثنين اللي على الطرف دول هم هيروحوا كتير ويسروا. انا شوف انا بقول الكلام ده ليه؟ دائما لما بتيجي تغير في سيستم لعبك بتغيره مع موقف صعب جدا زي موقف علي معلول. ايوه انا علي معلول مش هيرجع مثلا، لا قدر الله مش هيرجع يلعب، مش هيلحق مثلا. انت فؤاد كريم فؤاد انا عارف انه يقدر يعمل الباك ليفت، بس هيعملها باك ليفت مش مهاجم، مش مهاجم. طيب هنكمل يعني كلامنا بس نخلينا هنكمل كلامنا بس هنروح للمؤتمر الصحفي لمستر كولر نشوف قال ايه بعد المباراه. ich glaube das ist ein intensives Spiel war, wobei wir erste Halbzeit nicht ganz das gespielt haben, was ich mir vorgestellt hätte.
aber wir waren dann zweite Halbzeit besser im Spiel drin. Und das wird wichtig sein, natürlich im Rückspiel auch gut zu stehen, Räume gut zuzumachen und nach vorne zu Hause natürlich auch was zu riskieren, dass wir dann schlussendlich ja, auch Tore erzielen können. كانت مباراة قوية جدا كما توقعت، لكن الشوط الأولاني ما لعبناش الكورة اللي أنا كنت عايزها أو ما عملناش اللي أنا كنت عايزه. الشوط الثاني كنا أفضل، دخلنا في المباراة كنا شكلنا أفضل كتير. في النهاية ده الماتش الأول، كده كده ماتشات النهائي من ماتشين، فده شوط، والشوط الثاني هيبقى في القاهرة، هيحتاج مننا إن احنا نكون واقفين، نقف كويس، ندافع كويس، نقفل المساحات كويس، وفي نفس الوقت ان احنا ناخد ريسك او مخاطره قدام واحنا على ارضنا عشان نفوز بالمباراه ان شاء الله. الفيرست كويشن نسب العربي والترجمه. اوكي، احمد عادل راديو موزايكا فام. سؤال للكوتش كولر، هم زو سؤالات في سؤال 30 ثانيه الكل. اول حاجه كان يطمنا على اصابه علي معلول، كتوانسه نتبعوا برشا الاصابه نتاع علي معلول، حابين نعرف شنو اللي صار. حاجه ثانيه، سؤالي لمارسيلو كولر، تقريبا في الخمسة مباريات الأخيرة في الشامبيونز ليج الإفريقية وحتى في البطولة، رينا هي انفعال أكثر من اللازم معناها في المباريات الأخيرة، شنو هو مرد الانفعال هذا على الميدان على قرارات الحكم؟ حتى الحكم اليوم نبه عليه في أكثر من مرة. شكرا. Die zweite Frage dann über den Schiris. Wir sehen, in letzter Zeit sind Sie sehr aufgeregt gegenüber die Schiris. Heute war es sogar intensiv. Sogar hat Sie der Schiri vorgewarnt. Woran liegt es, dass die so aufgeregt sind? Ja, also und bei diese Frage, dass Ali Malul. Bei Ali Malul ist so, dass wir das noch anschauen müssen. Das werden wir, wenn wir dann in Kairo sind, Bilder machen, um dann auch zu sehen, ob irgendetwas kaputt ist. Da haben wir bis jetzt noch keine, oder ich habe noch keine definitive Rückmeldung bekommen. Da. بالنسبة لعلي معلول، لسه بدري جدا ان احنا نعرف هل في إصابة أو مدى قوة الإصابة. لما نرجع القاهرة، نعود القاهرة إن شاء الله بإذن الله، هنقوم بأشعات وتحاليل ونقدر ان احنا نشوف هل في إصابة قوية؟ لا، دلوقتي بدري جدا ان نعرف، ما فيش لسه عندي معلومة مؤكدة عن إصابة كابتن علي معلول. Und beim Schiedsrichter, ich habe mich aufgeregt, weil also auf der einen Seite einen Foul gesehen habe oder Abseits oder Position und wir waren im Vorteil, wir haben den Ball gehabt, hätten Konterattacke machen können und dann wurde abgepfiffen. Und meiner Meinung nach ist so, dass wenn Vorteil ist, wenn man Ballbesitz ist, dann kann man das laufen lassen. Und ja, da hat er abgepfiffen und ich habe mich aufgeregt darüber und das war's. الكورة اللي أنا انفعلت فيها كانت بسبب إن الكورة كانت أوفسايد، وبعدين إحنا قطعنا الكورة، كنا ممكن نعمل كونتر، كنا ممكن نعمل هجمة مرتدة خطيرة، هو ما اداناش الأدفانتج، ما اداناش الفرصة. وانا كنت شايف من وجهه نظري ان هو المفروض يسمح بالفرصه، لان هي كانت فرصه خطيره جدا وهو بصفارته منعها، فعشان كده انفعلت مش اكتر من كده. Next question here. حسن الغربي، وكاله الانباء التونسيه. يعني هل بحث مارسيل كولر عن التعادل في رادس، وكيف تلوح يعني موقعه القاهره في ظل هذه النتيجه؟ Bei diesem Spiel war das Ihr Ziel, dann unentschieden zu spielen hier in Rattis? Und die zweite Frage mit diesem Ergebnis: Wie geht das Spiel nach Kairo? Oder wie sieht das Spiel in Kairo aus? Nein, ich will grundsätzlich jedes Spiel gewinnen. Und wenn es dann schlussendlich ein Unentschieden wird und wenn es auswärts der Fall ist, dann nehmen wir das so mit. Und ja, Rückspiel ist so wie Spielen zu Hause. Nichtsdestotrotz, Esperance ist eine gute Mannschaft. Sie haben heute auch erste Halbzeit die eine oder andere Möglichkeit gehabt. Und da müssen wir natürlich auch vorsichtig sein. Wir müssen aufpassen. Aber wir müssen natürlich auch mit unserem Spiel noch zulegen, dass wir schlussendlich als Erster gefeiert werden können. لا، انا
كل مباراه بلعبها مع النادي الاهلي اي مباراه ايا كانت هدفي دايما الفوز، فما كانش عندي الهدف بتاعي التعادل، ولكن بتلعب خارج الديار وحصلت على التعادل فدي نتيجه لازم نقبلها ونتقبلها كما هي، ده هي نتيجه كويسه ولا هي مش كويسه. بالنسبه لماتش العوده طبعا احنا شفنا الترجي فريق كبير، فريق قوي، خلق فرصه او اثنين في الشوط الاولاني، ده بيبين قوه الفريق، وبالتالي الماتش في القاهره لازم يكون في حذر من ناحيتنا جدا ان احنا نكون دفاعيا عندنا تركيز وصلابه دفاعيه، وفي نفس الوقت نحاول ان احنا نحرز اهداف عشان خاطر في النهايه ان احنا نحصل على لقب باذن الله. One or two last question. As we don't have, thank you everyone. Thank you, coach. شكراً. Thank you. Thank you. شفنا مستر كولر ورضاه عن النتيجه وقال نتقبلها، هي نتيجه يعني هو عايز يقول انها نتيجه تعتبر معقولة أو مرضية للنادي الأهلي، والنادي الأهلي ممكن يحسم إن شاء الله البطولة هنا. طبعا النادي الأهلي هيبقى هنا مطالب إنه يحرز أهداف. لو اتكلمنا عن بقى الترجي ما بيغيرش أسلوبه أبدا، ولكن بيعرف يحافظ على اتزانه الدفاعي. العبء الأكبر هنا هيكون على النادي الأهلي لاختراق الدفاعات ديت علشان يحرز أهداف ويحسم البطولة في ملعبه هنا. يا كابتن شريف، واضح ان مستر كولر كان واقعي النهارده في التعامل مع نتيجه المباراه. بص كابتن ايمن، المباراه بالنسبه لنا احنا كلنا مفاجاه في النتيجه ولا مفاجاه في الاحداث؟ في الاداء، من الفريق، في شكل المباراه كلها. احنا حاولنا نقولنا واتفقنا ان احنا هيكون عندنا شيء من الهدوء، ان احنا نمتص اي رغبه للتهديف بالنسبه لفرقه الترجي، وكان نجحت وكان في اداء، الناس كلها بتحاول انها تلعب الكره السليمه وتهدم، وفي نفس الوقت على فترات خفيفه بتعمل مجسات، يعني انت بتجس الفرقه دي لما هضغط عليها والفرقه دي لما اروح، ولكن في تعليمات صارمه كانت بالالتزام الدفاعي والتوازن الدفاعي على اساس انك تطلع بهذا الشكل، تطلع انك انت متعادل النهارده بهذا الشكل وما يجيش فيك الجوة. لو ما كسبتش ما تجيب فيك لا ما يجيش فيك الجوة. ونفس الشكل هو بيلعب على البلان بي بتاعه برضو، انه لو ما قدرتش اجيب ما يجيش فيا هدف، والهدف اللي كان ممكن يجي فيه ده كان ممكن يخلص المهمه في مصر هنا ويخلي فيه ارتياحيه كبيره جدا لصاحب الارض. ولكن انا مع مستر كولر انها فرقه مش فرقه خادعه طبعا، يعني ممكن تفاجئك هنا في مصر، الراجل البرازيلي ده يكون ليه تحركات واستلام للكره، والراجل اللي جنبه حسام الدين غشه، الاثنين دول ممكن يعملوا لك مشاكل كبيره جدا في حاله انك انت بتبحث على انك انت يمكن ليك التقدم، في حاله انت بتبحث على هجومك انت، في حاله ان انت بتبحث على انك تخلص المهمه. هيبان هنا من اول 45 دقيقه في مصر هنا الانتشار بتاعك والتعليمات بتاعتك والتحركات بتاعتك اللي هي ما كانتش موجوده النهارده في رادس. انت عندك تحركات وزي ما قال عادل خفه حركه وسويتشات وحاجات لازم تحصل مع فرقه هي هتيجي تلعبك برضو، ها مش جايه هتلعبك تضغط عليك، ان اسلوبهم هم مش الضغط اصلا، هم برضو عايزين يعملوا كاونتر اتاك في اي وقت يخلوا عندهم الاسبقيه او يكون له وجود في احراز هدف. فانت اللي عندك الحكايه دلوقتي كلها في ملعبك ان انت اللي يكون عندك الاحراز الهدف وتغطيه الهدف. فالماتش لسه في الملعب، النتيجه دي احنا طول عمرنا بنقول ده الخيط الوهمي لاعلان نتيجه. كان الكابتن جوري يقول لك اسوء نتيجه ايجابيه نتيجه هي صفر صفر دي، ولكن انت بعد انا كلاعب الله يرحمه كلاعب كوره لما اروح العب الترجي وارجع عشان بصفر صفر دي نتيجة طبعا نتيجة كويسة طبعا هايلة بعد اللي بتشوفه انت هناك وتغيير الجو والاجواء والحاجات دي، بتلعب على ارض وسط الجماهير دي كلها والحكم برضو بيبقى 70-30 يعني فاهم ازاي؟ فانت عديت من المطب الصناعي النهارده، ها؟ وكان عندك برضو شوية خبرة خرجت بيها انت ازاي تلعب الماتش الجاي، وشفت واتفرجت على فرقة الترجي عرفت ايه مقومات الخطره اللي فيهم وعرفت هم اسلوب لعبهم ازاي. فمستر كولر عنده مشوار الاربع خمس ايام الجايين دول في لم اللعيبه. اسامه كان عايز يتكلم على كريم فؤاد ان هو يكمل ويلعب ومعرفش ايه، هو بقى الراجل صاحب
اليد العليا في التكوين وتحضير اللعيبه. واتفرج هو على قفشه النهارده نجح في ربط وباص وعمل حاجات وخلى لينا شكل هجومي. احنا كنا ممكن نكسب والله اخر 10 دقائق احنا كان عندنا كذا فرصه ممكن نكسب فيها، ولكن هو كده ربنا عدل بالنتيجه 0-0. لان المباراه كمان المباراه كلها في مجملها ما فيهاش اي فنيات احنا اتفرجنا عليها. بالنسبه لهم احنا خدنا اللي احنا عايزينه. الفريقين راضيين هم الفريقين. الراجل اللي اتعور اللي كان عنده فاول قعد فيه دقيقتين ونص وهو ما فيهوش اي حاجه. هو الراجل نفسه عايز يطلع اللعيبه، عايز تطلع النتيجه كده. لعبه الاوفر والاوفر عدى وشوبير طلعها ببراعه بصراحه وخلص الخطوره. الحكم نفسه تيت مصفر وخلص. ربنا يوفقنا هنا باذن الله ويوفق مديرنا الفني واللعيبه انها في وسط جماهيرها تقول كلمتها بقى. الجولين الثلاثه اللي احنا كنا ممكن نجيبهم هناك نقدر نجيبهم باذن الله في ملعبنا باذن الله. طيب انا بس اكلم اعلق بس على موضوع كريم فؤاد ده. انا شايف ان كريم فؤاد لما نزل النهارده كان كويس، ادى اللي عليه بالذات في النواحي الدفاعيه يعني، ولكن ما كانش فيه تفاهم واضح بينه وبين حسين الشحات على الاقل في الجبهه الشمال. طبيعي، هو راجل بقاله فتره ما بيلعبش في المكان ده، بس هو لعب في المكان ده مظبوط مع امبي، ومع مع امبي لعب كتير في المكان ده، ومع النادي الاهلي مع اكتر من مدرب لعب في المكان ده. صحيح هو دلوقتي في الجناح افضل في ناحية اليمين، في الجناح في ناحيه اليمين او ناحيه الشمال يعني. هو بيلعب في الجناح اكتر، ولكن في ظروف بتضطرك لكده. انت قعدت تعتمد على علي معلول، طبعا علي معلول واحد من اهم لاعبي النادي الاهلي ومؤثر جدا في النواحي الهجوميه وفي الضربات الثابته بالذات، في الضربات الثابته في الكورنرز والفاولات بيلعبها بطريقه خطره جدا. نتمنى طبعا عودته وان شاء الله يكون متواجد. بس انا بتكلم انت عندك ماتش بعد 4-5 ايام. انا مش هغير في شكل الفرقه، فرقه ماشيه بنظام وسيستم معين. انا الراجل ده بقاله فتره ما كانش بيلعب في المكان ده ولعب النهارده. طبيعه الحال ان هو اللي يكمل. لو كان عمر كمال موجود يعني مؤيد افريقيا، واحنا شفنا عمر كمال صحيح مش احسن حاجه في الباك ليفت، بس لما لعب ماتش والتاني ورا بعض ابتدى اداؤه يرتفع. عمر كمان يلعب في اي حته؟ لا ماشي، ابتدى اداؤه يرتفع في الباك الشمال. يعني احنا اول ماتش في الباك الشمال لعمر اتكلمنا قلنا بعد كده خد نجم المباراه وهو في باك شمال. طيب. فكريم فؤاد انا شايف انه ادى اللي عليه النهارده من وجهه نظري، بالذات في النواحي الدفاعيه. يعني ما كانش في حاجه متحرك، يعني كان واقف على رجله. ان شاء الله اتمنى علي معلول يرجع. لو ما رجعش علي معلول ما اقعدش العب في الفرقه كتير، يلعب هو كريم فؤاد زي ما. طيب نروح لزميلنا كريم احمد ولقاء مع ياسر ابراهيم ومنه الفاصل، وبعدين نرجع نستقبل الزميل العزيز محمد الباز للحديث عن ارقام مباراه اليوم. بجد تحيه لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. زي ما قلنا الحقيقه شوط اول عدى اكيد بنجاح بالنسبه طبعا للتعادل، لكن كل النتائج وكل الامور دي هتختلف وتنتهي. عندك شوط تاني في القاهره ان شاء الله باذن الله، بنتمنى كل التوفيق لفرقتنا وجهازنا الفني في وسط جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. كل الامور دي هنتكلم فيها مع الكابتن ياسر ابراهيم، واحد من نجوم النادي الاهلي كابتن ياسر. النهارده هنقول خلاص شوط اول عدى، حضرته ليه بشكل كبير جدا، كل اجتهد، الاجواء شفناها الاجواء الجماهيريه، لكن وعي لعيبه النادي الاهلي وثقتهم الكبيره في انفسهم خلت المباراه بهذا الشكل. حابب تقول النهارده على الجيم وشفت اداء لعيبه النادي الاهلي ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بشكر اللعيبه النهارده على الاداء الرجولي اللي عملوه النهارده، محدش بخل خالص بنقطه عرق، كان اللعيبه كلها قلبها على قلب بعض وفي ظهر بعض. شوط اول عدى زي ما انت قلت وخلص خلاص، احنا دلوقتي هنقدر بقى نركز في الشوط الثاني. ماتش خلاص ببطوله نهائي عندنا في ملعبنا في وسط جمهورنا، باذن الله نقدر نعمل ماتش كويس واداء كويس ونطلع بالمكسب ان شاء الله. الفتره اللي جايه محتاجه تركيز كبير جدا يا كابتن ياسر، عارفين ان انتوا كلكم طبعا عندكم الرغبه وعندكم الوعي الكبير، لكن الفتره دي محتاجه ايه من اللعيبه؟ في لعيبه شاركت في مباريات كبيره نهائيه وفي لعيبه لسه بتشارك في مباراه زي كده. بخبرتك كابتن ياسر حابب تقولي لكل اللعيبه اللي ما شاركتش قبل؟ احنا معانا لعيبه دلوقتي كلها ما شاء الله عندها خبرات، لعيبه كبيره بتعرف تتحط في اي موقف، بتعرف تتعامل فيه بشكل كويس وشكل ايجابي. من كتر الماتشات اللي عدوا بيها والصعوبات اللي عدوا بيها النهارده كانت الاجواء صعبه والجمهور كان صعب. جمهور الترجي طبعا معروف في شمال افريقيا معروفين، بس اللعيبه النهارده قافله ودانها واتفقنا مع بعض خلاص، والجمهور كده كده اخره في الملعب يعني اخره في المدرجات. احنا في الملعب هنقدر نعمل اللي علينا باذن الله ونطلع بنتيجه كويسه، والحمد لله اللعيبه النهارده ادت بشكل رجولي وشكل كويس قوي.
نقفل الصفحه دي ونفكر باذن الله في الماتش الجاي. اخيرا كابتن ياسر، جمهورنا العظيم هيتواجد في استاد القاهره بالكثافه المعتاده عليه ودورهم كبير جدا، مع دوركم طبعا بتشوف جمهور النادي الاهلي وسر النجاح وسر الفوز هيكون ازاي في المباراه اللي جايه؟ طبعا باذن الله الجمهور يبقى معانا هناك في القاهره باذن الله، مستنيينكم وداعم لينا دايما في كل حته بنروحها، فاحنا في القاهره مستنيينكم باذن الله كده تهزوا لنا الملعب باذن الله نقدر نفرحكم بالبطوله ان شاء الله. حبيبي حبيبي، كل الشكر والتقدير الحقيقه للكابتن ياسر ابراهيم وكل نجوم النادي الاهلي، مجهود كبير جدا، اجواء كانت صعبه الحقيقه للغايه، لكن الخبرات الكبيره والوعي المعروف عن كل لاعبينا والجهاز الفني قدر ان نتخطى الشوط الاول، ينقصنا شوط مهم جدا بحسابات مختلفه بمعنويات برغبه كبيره متجدده ان شاء الله. باذن الله النادي الاهلي سيكون في القاهره بطل النسخه الـ12 من دوري ابطال افريقيا. نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، نرحب بالزميل العزيز محمد الباز، منورنا محمد. الخير على الكباتن، يعني وما نقدر نقول كل اللي حصل ان في 90 دقيقه مروا سلبيه، تعادل سلبي، حتى كل الاستحواذ اللي شفناه النهارده سلبي، تمريرات سلبيه، معظم التمريرات عند الفريقين نقدر نقول باك باس او تمريرات جانبيه، ما فيش تمريرات الكاسره الخطوط، التمريرات اللي فيها خطوره ما شفناش، يعني النهارده تقدر تقول الكره او يعني محصوره في نص الملعب بشكل كبير. الحاجه الوحيده اللي نقدر نتفق فيها ان الاهلي فعلا زي ما قال كابتن شريف كان محتاج ان هو يضغط الضغط الشرس، الضغط العالي بتاعه، والارقام كانت بتقول لنا كابتن ايمن ان فرقه الترجي من اكتر فرق بتخسر الكره تحت الضغط، فبالتالي كان في يعني ارقام بتبين لنا من احد نقاط الضعف عند الترجي خساره الكره تحت الضغط، ده للاسف ما شفناهوش. كنا نتمنى ان احنا النادي الاهلي يلعب لعبه العادي في الضغط العالي في الهجوم وفي يعني دايما كنا بنشوف اكتر فريق صنع فرص محققه، اكتر فريق احرز اهداف حتى الان، ولكن حتى الان نقدر نقول الرقم الايجابي بعد هذه المباراه من ناحيه الارقام ان انت الاهلي كسر الرقم الترجي ب 21 مباراه بلا هزيمه في بطوله ابطال افريقيا تشامبيونز ليج، وكان مارسيل كولر طبعا كان مارسيل كولر برده كان كسر رقم مارسيل طبعا مانويل جوزيه بعد طبعا 19 مباراه، النهارده بنتكلم في 21 مباراه. ارقام كلها نقدر نقول يعني مش ايجابيه، ولكن حضراتكم وصفتوا الوصف الفني والتكتيكي ان الفريقين يعني كانوا بيقروا بعض ومش عايزين يكرر سيناريو صن داونز يا كابتن عين. هنتكلم عليه بالارقام برضو في مباراه العوده في جنوب افريقيا. خلينا نستعرض مع بعض الارقام النهارده ونقف على اهم النقاط. استحواذ زي ما كنا بنقول 53-47، 53 للترجي يعني متقارب. الاخطاء بقى وده الرقم اللي احنا كنا عايزين نتكلم عليه، 21 خطا ضد النادي الاهلي، وشفناهم معظمهم طبعا كان من ناحيه الجناب جنب اليمين او جنب الشمال، وده كان بيشكل خطوره وده احد نقاط القوه عند الترجي. بس كان في تحامل بعض الشيء من مصطفى غربال في بعض الاخطاء. صحيح شفناها فعلا، واعتقد كابتن ناصر هتكلم بالتفاصيل على الـ يعني الجزء التحكيمي، فعلا شفنا فيه تحامل كبير جدا، ولكن معظم الاخطاء تحس ان هي مرسومه يا كابتن، يعني هي خلاص هم نقطه قوتهم في الكرات الثابته او الكرات العرضيه المتحركه. شفنا اخطاء ضد النادي الاهلي 21 خطا، 8 ضد الترجي. الركنيات النهارده رقم سلبي طبعا عند الترجي ما شفناهوش، زيرو. النادي الاهلي 3 ركنيات ما قدرناش ان احنا يعني نحاول ان احنا فعلا نصنع منهم اي فرص، وطبعا غياب او اصابه علي معلول كان بيلعب دور كبير جدا صح. في الضربات الثابته او الركنيات للاسف النهارده ما قدرناش ان احنا نفوز باي حاجه منهم. تسلل 3 للترجي او ضد الترجي، 1 ضد النادي الاهلي. ندخل بقى في نشوف المحاولات تسديدات. تخيل ان التسديدات رغم ان في فرصتين محققتين للترجي، الكره اللي كانت في الدقيقه 4 وفي الدقيقه 5 في الشوط الاول بالظبط على الراس، نفس الكلام اتكررت في بدايه الشوط الثاني، ومع ذلك الاثنين كانوا بره الثلاث خشبات. خطرين شكلوا خطوره، عشان كده في 8 تسديدات من الترجي ولا واحده فيهم شكلت او على الثلاث خشبات بمعنى ادق، يعني النادي الاهلي هي واحده تقريبا اللي سددها حسين الشحات وكانت على الارض، تصديات حراس المرمى واحده للترجي زيرو للنادي الاهلي، ما فيش يعني تصديه من حراس المرمى النهارده بشكل كبير. الفرص المحققه زي ما قلنا الترجي عندهم 2، النادي الاهلي ما شفناش فرصه محققه، قلنا خلاص دي جون 100 بنسبه 99% مثلا. الاكس جي يعني كان الترجي قد يصل الى هدفين من واقع الفرصتين اللي احنا شفناهم، فرصتين اللي جم
بدون، ولكن شفنا ما فيش ولا ركنيه ولا في اي حتى الضربات الثابته الفاولات اللي حصلت صح. ما استغلوهاش بشكل كبير. نادي الاهلي النهارده لا يصل حتى لهدف لان احنا ما شفناش اي خطور. لمسات بقى في منطقه الجزاء حبينا بقى نزود نبص نشوف الفرقتين النهارده عملوا ايه. للاسف ارقام ضعيفه جدا، يعني متخيل 9 للاهلي 10 للترجي. نبص بقى على التمريرات، دي التمريرات الصحيحه 332 تمريره النادي الاهلي بدقه 82%، زي ما قلنا يا كابتن. حتى الناحيه الثانيه الناحيتين سلبيتين، تمريرات فعلا كلها جانبيه كلها باك باسس، ما فيش التمريرات فعلا اللي تكسر الخطوط وتشكل خطور. اهو التمريرات بقى في التلت الاخير من عند الفرقتين، تعال نشوف عند النادي الاهلي 41 تمريره بدقه 62%، ما شفناش الدقه الكبيره اللي هي كانت تشكل الخطوره. بنتكلم على 41 تمريره صحيحه من ال 332، ده رقم يعني قليل جدا، ضعيف جدا. الناحيه الثانيه عند الترجي 32 تمريره في الثلث الاخير، برضو رقم ضعيف جدا، حتى الدقه بتاعته 48%، رقم سلبي تماما. طب نطلع بايه من او الانطباع اللي تاخده من الارقام دي ايه؟ انا الانطباع اللي خدته من الارقام شبه شويه الماتش الاولاني ما بين سان داونز والترجي، مع التحفظ ان الترجي كان شويه فيه خطوره وسان داونز كان فيه خطور. اللي خدته من الارقام ان المدرب طبعا الترجي كان متحفز جدا وعنده عايز يخطف هدف او يطلع بالنتيجه ديت، وان هو يعتمد على مباراه العوده ويكرر سيناريو سان داونز، لان كنا بنحكي بنشرح مع حضرتك ان في مباراه سان داونز الاستحواذ وصل ل 73% لسان داونز، 26 تسديده منهم 6 على المرمى شكلوا خطور، 26 تسديده. عايز اقول لحضرتك 17 فرصه لسان داونز في المباراه العوده، ومع ذلك على ملعب الترجي هو اللي كسب بالظبط. فهو ده واضح ان ده الفلسفه بتاعه مدرب الترجي، لان هو سيب المباراه تمريرات ليست فيها اي خطوره، مفيش اي تكتيك، حتى ينسى اللاعب البرازيلي دايما يا كابتن يمشي بالكوره عينين، مفيش فيجن، مفيش سكاننج. حضراتكم وصفتوا بالتحليل الفني ان مفيش اللاعب اللي عندهم اللي ينقلهم، مفيش الكلام ده كله ما شفناهوش، والارقام بتقول لنا فعلا مفيش اللاعب اللي يودي التمريرات الحاسمه او في التلت الاخير. لعبوا تمريرات طوليه كتير جدا، 47 تمريره طوليه، حتى الدقه بتاعتهم 38%، ما شكلوش اي خطوره. النادي الاهلي 32 منهم 11 بشكل صحيح. كنت عايز اقول لحضرتك ان احنا اتفقنا ان الترجي بزياده يعني بين علي او بين حميد الباكين او الاظهره دايما كانوا بيسيبوا مساحات في خط الخلف عندهم في المباريات السابقه، خاصه اخر اربع مباريات كانت في الدوري ومباراه الكاس في يعني المشوار المحلي. النهارده لا، قدروا ان هم يقفلوها، ما شفناش، ما ادوش فرصه للنادي الاهلي ان هو يعمل التمريرات الطوليه الخطيره زي ما شفناها دايما. العرضيات اهوت يا كابتن ما فيش عرضيات كتيره، 8 بس النادي الاهلي، 2 بشكل صحيح، وده اضعف رقم من العرضيات كروسات للنادي الاهلي، ده بيوصل ل 20 و25 في المباراه الواحده. صحيح. الناحيه الثانيه عند بس الترجي، دي خروج علي معلول اثر علينا فيها بكل تاكيد. خروج علي معلول، عدم الزياده الهجوميه لمحمد هاني، كان في عنده تحفظ كبير جدا، وده كان عمل دور كبير جدا بغض النظر على الاخطاء الفرديه او، ولكن هو محمد هاني لعب دور كبير جدا النهارده من الناحيه الدفاعيه. كسب الكره النهارده 40 للترجي 42 للنادي الاهلي، ده بيتكلم على البول ريكفريز، وده رقم مقارنه او يعني لو احنا عايزين نحسبه ونبص وندخله في الحسبه مع التمريرات اللي احنا شفناها حتى في الثلث الاخيره كابتن، ده رقم يعتبر كبير ان هم فعلا استرجعوا الكره بشكل كان واضح النهارده. ده بشكل عام كده الارقام بتاعت الفرقتين، يعني نقدر نقول مش عايزين نكرر سيناريو سان داونز، واضح جدا من فلسفه الترجي وطريقه لعبهم النهارده بيلعب على الحته دي، ان هو بيلعب على الحته ديت خلاص، موت الماتش كله حاجات استحواذ سلبي، تمريرات سلبيه، مفيش تمريرات خطيره او فرص خطيره بشكل كبير جدا. ولكن يا كابتن احنا استعرضنا مع حضرتك ان فريق الترجي لما بيجي يضغط او بيعمل هجماته بيعملها بشكل نقدر نقول، مش عايز اقول فيها عشوائيه، مش منظم بشكل 100%، وبالتالي في حاله استرجاع الكوره او الكاونتر بريسنج من الخصم مع الهجمه المرتده بشكل خطوره كبيره جدا. علشان كده انا هستكفي النهارده بحالتين لو نستعرضهم مع الشباب بيوضحوا ان احنا كنا نقدر نعمل كاونتر اتاك بشكل منظم افضل من كده، وكان ممكن نستغله، لان في حتى في الاربع مباريات السابقه في المشوار المحلي بعد السويتشنج اللي هم عملوه وقعوا في الاخطاء دي، هجمات مرتده شكلت خطوره عليهم. يعني احنا بنتكلم في
يعني عايز اقول لحضرتك اول الدقيقه 22 كان في مرتده وقطعنا الكره بسرعه جدا، كانت مع امام معشور. لو كنا نفتح الكادر في الملعب ما شفناش فيه زياده عدديه، حتى امام بدريبلينج يعني قطم في نص الملعب، وللاسف كان في غياب لتاو، كان في غياب لاكثر من عنصر كنا المفروض نشوفه في الناحيه الهجوميه. لا بس واضح ان تاو النهارده كمان كان ملتزم دفاعيا مع الباك اللي قدام، مع محمد بالظبط، يعني لان احنا بنتكلم في يانساس اللي يعني مهاجم البرازيلي، دي الجناح البرازيلي. اه بالظبط يا كابتن، هنا الكاونتر بريسنج على طول، كنا بناخد الكوره بشكل كويس جدا، ده كان اكرم اعتقد والكره راحت لامام، بدا يحصل الدريبلينج الناحيه الثانيه. لو الكادر يفتح معانا شويه هتلاقي هو دي تاو ورا يا كابتن، مظبوط يعني بالظبط اللي قبله كده بيوريك ان مفيش خلاص زياده عدديه. السرعه هنا امام بدريبلينج وبالمهارات الفرديه والقدرات الفرديه قدر ان هو يخش بالاثنين لعيبه في نص الملعب، ولكن هنا لو كان في زياده عدديه كان ممكن. انا اوكي ممكن يكون تاو في تحفظ او في تعليمات ان هو يكون في واضح كان واضح، ولكن دايما يا كابتن عنده سرعات تاو، يعني انا يعني انا شايف ان في حاله زي ديت كان ممكن يرتد نقله على طول، ان دوره ان هو يبقى فيه سرعات ويزيد ونحقق الزياده العدديه هنا، لان خلاص بقى فيه هنا يعني وسام لوحده تماما. صح. ودي احدى الهجمات المرتده، لان الفريق دايما الترجي بيزيد بعدد كبير جدا، وللاسف ديت ما اتعملتش بشكل منظم وضاعت كوبي بيست منها برضو في اتكررت كتير النهارده. دي واحده تانية يا كابتن ايمن، برضو اكرم كان ليه دور كبير جدا في قطع الكوره هنا. شوفها كابتن الناحيه التانية خلاص بقت امام لوحده وسام لوحده، بيقول يلعب الكوره بسرعه لامام، اتلعبت لامام بقوا هنا زياده، هنا بقى تاو لوحده. شوف بقى هنا في اقصى اليمين، لا نرجع للصوره اللي قبلها، الصوره اللي قبلها يعني بتورينا ان هنا كان في ثلاثه على اثنين لو اتلعبت بسرعه، يعني تاو هنا في اقصى. ايوه ايوه صح، دي هجمه واعده، دي هجمه واعده مظبوط. فتاو هنا كان في اقصى اليمين، امام طبعا بسرعته وسام بدا ان هو ياخد الطريق، ان هو يعني حصل طبعا سند عليه بعد كده، ما تلعبتش التاو بسرعه، كان فاض تماما وكان في مساحه كبيره جدا في خط خلف. ده فقط يعني الشكل اللي كنا ممكن نلعب عليه النهارده مع فرقه الترجي، رغم ان احنا كنا متوقعين مع التكتلات او يعني ان احنا في تحفظ عندنا الناحيه الدفاعيه اكتر شويه بغض النظر على الاخطاء او الفاولات الكتيره، وده الرقم اللي يعني في جرس انذار ناخد بالنا منه. غير كده انا شايف ان يعني نتيجه غير مطمئنه، ولكن كل التوفيق ان شاء الله وكل التركيز في مباراه العوده، ان احنا لازم نخطف ولازم نحافظ عدم دخول اهداف فينا. الرقم الثاني الايجابي ان احنا الفرقتين بصراحه 12 مباراة بدون ورا بعض شباك نظيفه، وده يعني بتدلل ان الترجي ما زال فريق متماسك من الناحيه الدفاعيه. شكرا يا باشا، شرفتنا، وان شاء الله النادي الاهلي يحسمها بمباراه العوده باذن الله ربنا ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا كابتن اسامه، كنت بتتكلم وقاطعتك معلش، كنت بتتكلم في النقطه بتاعت كريم فؤاد ويكون هو يمكن كابتن عادل في الفاصل كان بيقول لك على اسلوب لعب ممكن مستر كولر يغير طريقه اللعب. هي الفكره ايمن، كل مدير فني ليه اسلوب ممكن يغيره، بس بتبان بوادر في خلال شغله. تمام. يعني موسيماني كتير لعب 4 وكتير لعب 5، تتوقع منه كده يعني. احيانا كان بيرجع حمدي فتحي في ماتشات افريقيه بره ملعبنا بتاع، كان بيرجع حمدي فتحي سيرد باك جنب عبد المنعم وياسر. ماشي. وماتشات كتيره كان بيلعب 3 رامي وياسر مثلا، وساعات يلعب 4-3-3. مستر كولر ليه فلسفه ما بيغيرش في من ساعه ما جه ما لعبش 3 في العمق. مظبوط. ما لعبش 3 في العمق، فصعب ان يلعب بيها. مش هتجي له انت، انا بقول لك اللي متوقعه، الله اعلم، انا بس انا بقول لك اللي متوقعه. مش هتيجي المدرب بيمرن بقاله سنه ونص ولا سنتين باسلوب معين، وهتيجي في ماتش في 4 ايام تقول له لا هيغير اسلوبه هيلعب ب3. ما اعتقدش. هاي. ما اعتقدش. ماشي. فاسهل حاجه بالنسبه له ايه؟ البديل للاعب اللي بيلعب. طيب البديل، ما هو انت لازم تعرف تفكير المدرب اللي موجود ايه وتعرف البديل ايه. كويس. ماشي، علي معلول واقع انه واحد من اهم الناس في الفرقه. طيب علي معلول نتمنى له الشفاء ويرجع، ما رجعش يعني، اتمنى يرجع يعني، اقصد اصيب ولازم حد يلعب. طيب نمره 2 بعديه على طول الفترة اللي فاتت كان عمر كمال، بس مش مؤيد افريقيا. طب قفلت دي. طيب ايه الحل بقى؟ انا دلوقتي مدرب عايز اتصرف، ايه الحل؟ اقرب الحلول كريم الدبيس، انا ما بلعبوش. اقرب الحلول كريم فؤاد. بس كده، هو ده اللي انا بقوله.
والراجل لعب قبل كده في انبي وكان بيلعب باك ليفت وطبعا في الفتره الاخيره بيلعب جناح، فهو الطبيعي انه يلعب بس مش هديك المردود الهجومي يا حشيش. انا مش هديك المردود الهجومي اللي بيعمله علي معلول، علي معلول اللي هو بيعتمد عليه كولر في كل المجموعه. طيب انت تحلها ازاي؟ لا احنا بنقول يا اسامه، طيب ما هو ما هو حشيش ما هو لازم يبقى في حل. طيب هو اسامه هيلعب زي ما بيلعب الراجل، فمش هيغير كل يوم بيقول كده. في مدرب تاني يقول لك لا انا غير من طريقتي وكلام من ده، اللي هنشوفه بقى خلال الاسبوع الجاي يعني. واضح يا كابتن. وبعدين فكره انه انا لعيبه تبقى مؤثره في الخط الامامي ومؤثره هي اللي بتجيب لي الاهداف ومؤثره في الناحيه الهجوميه، انا مش هقلل من قوتي دي عشان اعتمد عليه انه يرجع لي في الخط الخلفي. لا ليه؟ انت بتتكلم على اساس ان انا قلت حد معين يلعب سواء امام او حسين، ليه؟ ليه؟ انا اخسر ده هم اكتر اتنين ممكن يعملوا لك خطوره الجزء الامامي، في الجزء الامامي هم حسين وامام. ارجع واحد فيهم باك ليفت ليه؟ دي وجهه نظري. طيب. يعني انا ما ماشي كابتن عادل، الارقام اللي احنا شفناها مع الباز كانت بتوضح فلسفه الاثنين مدربين النهارده، ولكن في مباراه العوده هنقول ان المدير الفني للترجي ممكن يلعب بنفس الاسلوب، الفلسفه ممكن ما تغيرش، ممكن كمان يعني يزيد دفاعيا اكتر كمان. طبعا ده وضع طبيعي طبعا، لانه مش عايز يدخل في مرمى هدف طبعا. ولكن على الجانب الاخر اكيد فلسفه مستر كوره هتتغير، اكيد هتتغير طبعا. ما احنا اتكلمنا كابتن يعني احنا موافق على حته انه ما حدش يغير التكتيك بتاعه او السيستم بتاعه والحاجات دي، بس انا بتكلم في نقطه مهمه قوي. احيانا تقدر كمدرب انك تقرب سيستم من سيستم عادي، يعني حته انك انت بتلعب بطريقه واحده يا كابتن اللي هي اربعه، بس هتغير في افراد. بص يا كابتن، انك انت تلعب اربعه ثلاثه، طريقه اللعب اي فرقه في العالم تلعب في المباراه الواحده ثلاث طرق، اكتر من ثلاث طرق، هي ثلاث طرق، طريقه السيستم العادي، وطريقه لما بتهاجم، وطريقه لما بتدافع، ما فيهاش اكتر من كده. تمام. زي مثلا مستر فايسا كان زمان يلعب طرف شمال وما بيلعبش طرف يمين، ما هي على امكانيات لعيبتك. يعني انا علي معلول مثلا، علي معلول بيعمل حوالي 30-40% من قوتك اللي قادمين من الخلف، حلو، حتى التحرك. انا افضل العب مثلا كريم، مش هيقدر يعمل لي اللي علي معلول يعمله، هلعب بنفس طريقتي. يعني انا علي معلول بفضيله ثلاثة في وسط الملعب، انت فاهمني، بفضيله ثلاثة في وسط، بنزل ثلاثة ديفندرات عشان علي معلول يطلع حريته يطلع بحريته، والناحيه الثانيه هاني يطلع بحريته. تمام. انا لما لعب كريم فؤاد العب ليه بثلاثه في وسط الملعب، انت فاهمني، لانه كريم مش هيروح، مش علي معلول مش كل شويه يروح يهاجم يهاجم يهاجم. العب انا بقى ليه بثلاثه في وسط الملعب، بنلعب باثنين طالما ده مش هيهاجم، اديني بغير طريقه. انت ولعب على الطرفين ثلاثه قصدك اربعه، الطرفين زي كريم النهارده فاهم، ما هاجمش مره. محمد هاني ممكن، بس يمكن ظروف المباراه النهارده ما خلتش كريم يتقدم كتير. طب يا كابتن، ظروف المباراه يبقى انت محتاج واحد يعرف يتقدم كتير. مظبوط، عنده مهاره التقدم كتير. كريم يقدر يعمل لك ربع ساعه نص ساعه حاجه طارئه، لكن ما ينفعش تبني عليه طريقه لعب، ما ينفعش ده اللي يبقى الهدف، ان انت تخليني اروح ناحيه الشمال كتير عشان هيتعمل كروسات والحاجات دي. اول لما يوصل الكروس هيتاخر، هيلف علشان يرجع، هتلاقي دولان بره ويرجع لورا زي ما بيعمل. انت بتعتمد على ايه؟ سرعتك من تحت وتعمل الكروس زي اللي عملها علي معلول لوسام، اللي عملها له شوف علي عشان اشول عمل دي ماتش مازيمبا، عملها كده من بعيد وهو طار وحطها. لكن انا لو كريم فؤاد مش هعملها كده، هعملها اعمل كده عقبال لما اشتغل. عشان كده بقول لك، طب وانا ليه، طب ما انا احط طرف مهاجم. واللي خلاني اقول لك ان انا العب، يعني ما انا برضو في نفس الوقت ما اقدرش العب بالاربعه
مثلا الطرف الشمال اخليه حسين الشحات، ما هو برضه حسين الشحات هيهاجم، يبقى على اساس الايه، على حساب الايه، الدفاع. طب ما نخلي الثلاثه. طب ما انت بيبقى عندك ثلاثه فلات على طول، انت عارف ان انت ممسكين واحد واحد ديفندر، ما انت ثلاثه عندك، دي واحد اثنين. لما بيطلع علي معلول، ما محمد هاني بيخش تالت، بيضم جوه، بيبقى تالت. مظبوط. حلو. هي الامر في الاخر احنا عاوزين نتكلم في ايه، انه احيانا المدرب ممكن مش بالتغيير الكامل للطريقه، بيغير مواقف تفرضها عليك الظروف، بس الظروف. يعني انا دلوقتي كريم الدبيس مثلا ما اقدرش اعمل ريسك بيه الا لو انا مثلا قعدت امرنه واديله حماس كتير، بس مش هيديك كويس لانه بقاله فتره كتيره ده ما حطوش في السكور. أيوة. يرجع يلعب في السكور تاني. انا بس بخليك يعني تبقى قريب من الامر. أيوة. قريب من الامر انك تعمل ايه دايما، او يعني افتكر انك انت ممكن زي مدرب الترجي النهارده ما عملش حاجه في الكوره الا عاوز يعمل لك كور ثابته. وساعدهم غربار، مصطفى غربار في الموضوع ده في بعض المواقف، ما بيعمل هات لي هجمه لفرقه الترجي من الطرف اليمين، وكان ساعتها علي معلول واقع في الارض، واقع على الارض كان بره وكان بره وبنلعب ناقصين. مظبوط. وساعتها مين اللي جالك؟ كرة بسرعة. مين اللي جالك يلعب؟ اسمه حتى امام نزل يلعب في المكان ده، وحسين الشحات نزل يلعب في المكان ده. الكره في نفس الكره دي راحت عملت كروس. مظبوط. البرازيل حطها جنب القايم. جنب القايم. يعني كتير من الاوقات يا كابتن ايمن انت بتلعب في ال 30 متر في ال 20 متر. ما حدش بيلعب، ما فيش في الكره دلوقتي. يعني مثلا ايه، انا دلوقتي بلعب في 20 متر وانا بلعب باك رايت مثلا، طب ما انا لما ببقى في الوينج رايت رايح على اعمل كروس، طب ما انا ببقى طرف يمين، لما بخش نص الملعب زي اكرم توفيق ببقى ديفندر، لما برجع ورا ببقى سيرد باك، لما بخش بغطي ببقى حاجه ثانيه. يعني كره القدم خلاص بقت فيها يعني اي لعيب لازم يلعب له خمس ست وسبع وثمان اماكن. عشان كده بقول لك لما يضطر يعمل حاجه عشان يكسب بيها فاينل افريقيا اكيد ممكن يعمل حاجه غير عاديه. وكتير من المدرب كمان ان الفرقه دي كلهم بيلعبوا لعبه جماعي، ما عندهمش حد عنده مهارات مهاري فردي عالي، ولا واحد مزبوط. ناحيه اليمين مثلا بيعدي ما عندهمش يعني تقلق ان لازم يكونوا صح. وكمان يعني هم كلهم بيلعبوا لعب جماعي، وكمان حتى نص الملعب، وكمان حشيش ما عندهمش حتى صانع لعب في نص الملعب. انا ما شفتش بالظبط، لسه هقول لك صانع لعب في نص الملعب. اكثرهم الديفندر بس يعني مفيش حد لو بيسلم بيقطع كويس وبيسلم اللي جنبه، مفيش حد دايما يعمل الفرق ويروح ويخاف منه ان لازم يتمسك كويس بباك ليفت. يعني انت فاهم ازاي هو لعبهم كله جماعي، ده هناك يا كابتن حشيش بلعبهم، هناك بلعبهم بيهاجموك باللاعب البرازيلي اللي هو الفقر راس حربه. أيوة. ده في كرة محطه، ده بيبقى محطه بس بالزبط. حتى بياخد الكرة ويديها لك، بيجري بيها ويديها لك. بالزبط. يبقى انا دلوقتي احط اربعه ليه؟ انت فاهمني. أيوة. وخصوصا يعني المواقعات هنا مختلفه، انت عايز بقى طبعا هيقف لك، انت مش عايز تسيبها لضربات الجزاء، هيقف لك 20 متر الاخر، مش عايز الوقت يمر والنتيجه كده، لا هيلعب بال 30 يارده الاخيره. صحيح. انا متوقع ان الترجي يجي لك يلعب 30 يارده الاخيره، هيعمل الكور الطويله للبرازيلي ده علشان يعني، وممكن ما يلعبوش، ممكن ما يلعبش براس حربه، يلعب باطراف. هم في الماتش بتاع النهارده على ارضهم اول ما الكره بتتقطع بيرجعوا نص الملعب، بيدوك نص الملعب، نص الملعب. فهنا يعني هيعمل ايه؟ هيهاجمك ولا هيضغط عليك؟ انت حظك وحش النهارده ان علي معلول اتعور في البدايه. انت عارف لو علي معلول كان موجود في الوقت ده في الفرقه كان راح اكتر من مره بهجمه. صحيح. واعده. صحيح. يعني انت عندك كريم فؤاد كان بيبقى عنده فرص انه يروح، مش عايز يروح، ولما يروح يعمل ايه؟ في واحد ضد واحد او في فرصه ان تتعمل كروس ملفوفه من وراه، يرجع هو نازل، يرجع ويحطها لتحت، هو نازل بقاله فتره ما بيلعبش في المكان ده ونازل في اول سبع دقائق، فطبيعي انه هيركز في النواحي الدفاعيه، وهيبقى خاصه ان الفرقه كلها ما بتهاجمش. صحيح. فهو هيهاجم، اشمعنى هو اللي هيهاجم؟ لا لا انا مش بتكلم، انا بتكلم يا كابتن اسامه دلوقتي لما اجي انا اروح بلعب
في الناحية الشمال برجل اليمين. ماشي. طب هو نفس عمر كمال كده. طب نفس عمر كمال. كابتن عمر كمال برضو يعني الجون اللي جابه ولا لو علي معلول متواجد مش هيلعب باك ليفت يا سيدي. ما احنا فاهمين لو في باك ليفت تاني عادل حد مختلف. انا بتكلم على لا انا يعني بتكلم احنا على هل احنا مختلفين ان علي موجود؟ لو علي معلول موجود مش هيلعب. ما طبعا علي موجود. احنا بنقول علي موجود مش موجود. ايه الحل؟ ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. طيب. الحلول دائما عند المدربين اللي هم بيلعبوا فاينالات يا كابتن اسامه. بعمري ما شفت واحد بيفكر يقول لك الفاينال اتلعب ازاي. عارف ممكن يعمل ايه؟ ممكن يلعب بثلاثة خمسة اتنين، يعملها بالشكل ده مش ثلاثة فلات زي ما انت عاوز. احنا ليه لا يلعب ليبرو ماشي. ويلعب اتنين قصاد. انا ماشي. مش بكلمك على طريقة ماشي. انا بكلمك على حاجة مهمة جدا. انا هديهم مساحة ولاعب باك ليفت مش اشول زي كريم فؤاد، ابقى انا بضيع وقتي. انا انا يبقى انا حاجة من الحاجتين. لو لعبت كريم فؤاد يعني لازم العب 4-2-3-1، لاني ما خليش ثلاثه ديفندرات. ليه؟ لان الديفندر الناحيه الشمال مش هيسد على كريم فؤاد، لان كريم فؤاد مش هيبقى وينج ليفت زي علي معلول. هو كان بيلعب بالثالث دايما. لا لا. لو عشان علي لو معلول لعب هيهاجم وهيبقى لو في مصر. طيب. هيهاجم وكل حاجه. طيب. خاصه ان امام هو اللي بيلعب مش هيعرف يهاجم يا كابتن. امام بيخش لجوه وبيشوط وبيعمل هيسيبها لامام وهو يبقى مدافع. يبقى انت ماشي. ضيعت وقت. بص يبقى انت ضيعت ماشي. طب مين هم هخلي بس. طب اقول لك حاجه يا كابتن اسامه، نطلع لفاصل وبعد الفاصل نرجع نستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز كابتن نصر عباس. ونتكلم ونتكلم في النقطه دي مع نجومنا الكبار. مرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. بنرحب بخبيرنا التحكيمي كابتن نصر عباس. مساء الخير يا كابتن. تحياتي لك يا كابتن ايمن. صباح الخير. تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. تحياتي كابتن شريف عبد المنعم، كابتن حشيش، كابتن اسامه عرابي، كابتن عادل عبد الرحمن. نور كابتن. نور نور كابتن. كابتن ايمن، كنا اتكلمنا قبل المباراه كابتن شريف، اتكلمت على الحكم. والحمد لله رؤيتي قبل المباراه، ويمكن كابتن ايمن شايف الكلام اللي احنا قلناه. صحيح. قلنا ان الحكم كابتن عادل عندما تاثر بالضغوط كل القرارات هتعكس معاه. مظبوط. النهارده وحصل صور غربان النهارده ما بقاش عارف يعمل ايه. صح. على فكره دي اسهل مباراه مش محتاجه محل تحكيمي. اعتقد كل المشاهدين يا كابتن شريف النهارده اعتقد شافوا اداء الحكم. انا زي ما انا بقول حاجه واحده، ان هو يحمي لعيبه النادي الاهلي والعداله. الكلام ده انا قلته. احنا طالبنا دي بس. اتفضل. حضرتك اللي قلتها يعني. اتفضل. وانا قلت الكلام ده كابتن شريف الاول، كابتن ايمن قلت ايه؟ مطلوب مش العداله التحكيميه. العداله التحكيميه كابتن حشيش مفترض تكون موجوده في الحكم، ولكن حماية. المفروض الحمايه. مزبوط. ازاي تخلي اللاعب يلعب بارتياحيه، تبقاش انت ضغط اللاعب بانذار ببطاقه صفراء كابتن شريف. صحيح. تخلي الاداء مش كويس. التوتر غربان النهارده كابتن، انا قلت النهارده مباراه سهله جدا مش محتاجه محلل تحكيمي، مش محتاجه، لان الكل شاف النهارده الاداء التحكيمي ما كانش مظبوط اعتقد على فريقين. ولكن النادي الاهلي النهارده كان بزياده النادي الاهلي في اخطاء. مظبوط. على حدود مناطق الجزاء. مظبوط. كانت ممكن تؤدي الى اهداف. مفيش اخطاء داخل الصندوق خلي بالك، او اختبارات للحكم، ولكن بشكل عام الاداء التحكيمي ما كانش مرضي. علامات استفهام كبيره على اداء حكم يعتبر رقم واحد في افريقيا من الحكام البروفيشنال. رايح كاس عالم. رايح كاس عالم ورقم واحد. مصطفى غربال ادائك ما كانش على مستوى الحدث، مباراه اكبر من ادائك التحكيمي. اتاثرت بالضغوط ولا يجب انك تتاثر بالضغوط. للاسف الشديد النهارده تاثر بالجماهير. صح. تاثر بالملعب. كان في بعض المواقف يا كابتن خصوصا في الكرات الثابته حوالين منطقه جزاء النادي الاهلي هو كان ليه دور مؤثر فيها. هقول لك على حاجه، هو النهارده كان بيديك الاخطاء اللي هي في نص الملعب. مظبوط. يديها لك بذكاء. وعندي اخطاء ما فيش فيها اخطاء وكان بيديها. صح. وكان في اخطاء على حدود منطقه الجزاء كابتن شريف، وانت عارف كويس قوي قوي الحاجات اللي هي بتتحط على منطقه الجزاء اللي هي بتبقى كرة الثابتة. هو المعيار كان مختلف يا كابتن، المعيار يعني العاب كده ما تحسبش والعاب هنا تتحسب نفس اللعبة. هو كابتن حشيش النهارده في المخالفات ما كانش كويس، في العقوبات الانضباطية ما كانش كويس هنا وهنا، ولكن زي ما قلت النهارده أداء غربال عليه علامات استفهام كبيرة. يا جماعة مش هو ده رقم واحد في أفريقيا للأسف، المفروض يراجع نفسه. غربال أفضل من كده كابتن شريف بكتير. صحيح. شفنا حكام أفضل بصراحة. وفي حكام أفضل بكتير النهارده هو اتأثر. زي ما قلت تأثر الحكم بالجمهور وبالأرض والحاجات دي، مش هتلاقي فيه نتائج كويسة في المباراة.
تعال نشوف النهارده يعني الفار النهارده حمدي ده الحمد لله ما تدخلش باي قرار لان ما كانش فيه حالات داخل منطقه الجزاء كانت الشيش. نشوف النهارده حمدي ده ومعاه الحكم من رواندا كانت على الفار. خلينا نروح للحالات التحكيميه كابتن ايمن ونشوف اول حاله تحكيميه. كابتن اسامه دي اول حاجه كانت تقريبا في الدقيقه 4 او في الدقيقه 6 اكرم توفيق شوف الايد هنا في الوش في وش اكرم ودي قلنا الحاله ديت لما بيكون الايد في الوجه كده كابتن المفروض تحتسب مخالفه وتدي فيها بطاقه صفر. هو هنا هذه المخالفه اعتقد ما اداش فيها البطاقه ودي المفروض ياخد فيها بطاقه صفراء كان لابد. دي اول بطاقه مفقوده من الحكم يا كابتن. انا قلت العقوبات لا هو ما حسبهاش حاجه هو كمل اللعب. دي العقوبات دي حاله نقف عندها شويه يعني هنا في مخالفه كابتن عادل وفي انذار لم تحتسب المخالفه ولم يشهر البطاقه. دي كانت اول حاجه في وجه اكرم توفيق. الحاله بعد كده نشوف اللي جاي هنا لعبة مهمة جدا جدا وهنا اللاعب اللي هو مع امام عاشور. هنا امام عاشور كان عنده إمكانية فرصة هجوم واعد هو هنا اللاعب أفسد ودي يمكن أول إنذار إداه للاعب اللي هو روجيه الترجي مع لعبة امام عاشور احتسب المخالفة وأشهر فيها البطاقة الصفر. نشوف اللعبة اللي بعد كده الحالة اللي هم كانوا بيطالبوا فيها كابتن أيمن بركلة جزاء عادل مفيش حاجة خالص مفيش في حاجه خالص يعني هو حتى محمد هاني اللي قدام اللي عايز محمد هاني طالع خالص ومفيش اي تلاحم وفي يعني في تنافس عادي والراجل وقع وسقط مفيش اي مخالفه وبالتالي هنا كان قراره كان قرار صحيح مفيش مخالفه على محمد هاني في هذه الحاله وكان الفوار كمان بيؤكد على صحه القرار مفيش فيه مخالفه. نشوف الحاله بعد كده حاله من الحالات المهمه جدا جدا كده شوف هنا لعبه محمد عبد المنعم وكريم فؤاد هذه الحالة هو أشهر البطاقة الصفراء كابتن شريف. لو إن كريم هو اللي سابق يعني لكريم فؤاد وأيمن لم يعطي أي إنديكيشن لأي حاجة. هي عندنا هنا الحكم المساعد مكران هنا خلى لعبة تواصل وهو هنا المعايير اختلفت. كابتن أسامة هذا المساعد حسب مخالفة قبل كده، المخالفة دي ما حسبهاش المساعد. هو هنا حسب المخالفة وأشهر البطاقة الصفراء لكريم. لو إحنا رحنا لحالة أكرم كان يجب زي ما اديت هنا إنذار تدي لاعب اللي هو لعب مع اكرم نفس اللعبه هي لعبه ولكن المعايير اختلفت في البطاقات الصفراء كابتن حشيش. صحيح. نروح للحاله اللي بعد كده ودي مخالفه هو اشهر هنا البطاقه الصفراء كابتن شريف في لعبه محمد هاني اللي هي اللاعب كان خارج خط تماسهم دفع وهنا الانذار انذار مستحق مفيش فيها كلام انذار مستحق لمحمد منها. نشوف بعد كده الحاله اللي جايه ودي حالة شد. أنا بقول لك هو كان مش كويس على الفرقتين. مظبوط. شد واضح هنا من التيشيرت وهنا كان يجب إشهار البطاقة الصفراء أيضا وهنا لم يشهر البطاقة ليه؟ عارف ليه يا كابتن؟ هو حاسس إن هو داس على الأهلي. أمبالانس. حاسس إيه؟ داس على الأهلي شوية. كتير. فيعني هو بيحاول يدير أكتر من حكم كابتن حشيش. بالظبط. إنذارات المفروض يديها ما فيش. عقوبات انضباطيه مفيش مخالفات بيحسبها بالعكس. مظبوط. نشوف الحاله بعد كده ونعدي ونمر ونشوف هنا اللاعب بهذا الدخول يا كابتن حشيش شوف اللاعب الترجي داخل احنا جايبين لو معانا الحاله هتشوفها اصعب من كده بكتير فيها تهور اللاعب داخل فيها تهور طبعا اللاعب ده جاي وعامل تاكلينج من المسافه وامام عاشور لسه شرج ليه يا كابتن ايمن واخد امام من تحت واخد امام من فوق صح. انت متخيل هذه الحاله بص هو حتى ده الانذار هنا يا كابتن لا ما ادالوش انذار لا ما خدش انذار انا بقول لك في معايير مختلفه تماما حتى بص مصطفى غربال هو حتى بيميل بجسمه هنا كابتن حشيش كابتن اسامه عشان يشوف المخالفه هو مش شايف يعني انا النهارده بدل ما اميل كده اخد زاويه اوضح يا كابتن حشيش الكره دي حسبها قوي اروح كده اروح اتوقع اتوقع حسبها رمي التماسك انا بتكلم على البطاقه هنا دي تستحق بطاقه صفراء كابتن ايمن دي في معيارها عندنا تاكلينج وانت جاي في الرجل بهذا الشكل والسرعه على الاقل فيها انذار دي الحاله اللي هي هو بعيد شويه يا كابتن هنا نعم بعيد بالعكس قريب جدا بس هو قريب بس كابتن انا مش شرط الرؤية. بس برافو عليك يا كابتن حشيش ما انا يا كابتن ممكن اكون قريب بس ما عنديش زاويه رؤيه اشوف منها الحدث هو قريب هو حتى كمان بيميل مش شافش التفاصيل ولكن هي دي من ضمن الحالات اللي هي على فكره انا معايا حالات كتيره جدا يا كابتن ايمن كلها خاصه بالعقوبات والله ما يرفعلوش يا كابتن هنا ده الرابع يديله مش كده
الرابع هنا الرابع اللي وقف على الخط يدير الرابع هنا معتز الشلماني وحكم كويس يعني معتز انت شايف الدخول ده انت في الكوميونيكيشن قول له لان الرابع ده بيساعد الحكم كابتن ايمن صح. كل طاقم التحكيم داخل ميدان اللعب بيساعدوا بعض في القرارات التحكيميه. انا بقول النهارده هو ما كانش على مستوى الحدث يرجع نفسه مصاب غربال ولكن هو عزائنا الوحيد النهارده ما كانش فيه اخطاء داخل الصندوق الحمد لله يعني ولا هنا ولا هنا ولكن كان في اخطاء. اخر مره حكم لنا فين في السوبر ولا كان نعم اخر مره حكم لنا فين سوبر اخر مره حكم لنا هو حكم لنا مباراه اهلي وزمالك قبل كده كابتن اخر مره اخر مره لا وبعديها حكم ماتش في كاس العالم للانديه كابتن ايمن وبرضك ما كانش موفق فيها انما مصطفى غربال هو رقم واحد اللي انا زعلان كابتن عادل ده رايح كاس عالم خلاص يعني هو طاقم التحكيم اللي معاه بنسبه كبيره رايحين كاس عالم زعلان منه النهارده عشان النيه انه يدي على حوالين ال 18 دي ما المفترض انه ما يعملهاش هو تاثر بالاجواء والكابتن نصر قال قبل المباراه كده هو نيه ان يكتفك في كرة بتاعت وسام ابو علي اللي رايح على الجون فهو الراجل اللي زقه اللي مسكه حسب عليه فور. انت لعبت وسام ابو علي هقول لك على كابتن عادل وسام ابو علي هو اللي استقبل خد الكوره مظبوط يعني انا اللي قدام تمام انا ما عملتش اي مخالفه صح يعني انا كمهاجم وانت عارف كمهاجم باخد كورتي وبستحوذ عليها وبحجز عليها المخالفه جت من اللاعب المدافع كابتن صح فوجئنا بالصفاره وهي كانت على خط 18 على فكره على حدود منطقه جزاء الترجي صفاره على وسام ابو علي موجوده معانا الحاله دي يا كابتن بفاول معانا بقول لك حالات بس كابتن ايمن حالات كتيره جدا جدا خاصه كلها بتتلخص في المخالفات الغير صحيحه البطاقات الغير صحيحه انا بقول النهارده هو ربنا كرمه ان مفيش حاجات في داخل الصندوق هنا ولا هنا ولكن رقم واحد في افريقيا يراجع نفسه في الحاله دي تعالى في الحاله دي وهنا حاله من الحالات مهمه امام عاشور خد الكوره حسب على امام انت متخيل هنا امام عاشور نجح في لعب الكره كابتن ايمن خلاص امام خد الكره خلاص وبص هو هنا ما عندوش اي عذر كحكم يا كابتن اسامه انا هنا قدام الحاله زاويه زي الفل وزاويه رؤيه ما فيش حد حاجب عليك اي حاجه وهنا امام بينجح في لعب الكره وبالتالي بيحسب مخالفه على امام هنا امام طلع اولا ما فيش اشتراك بالراس ما فيش حتى اشتراك من لعب الترجي انا لعبت ونجحت في لعب الكره المفروض اخلي اللعبه تواصل هنا صفر على امام عاشور في حاله لا تستحق المخالفه ودي كانت كل حالات مصاب غربال خاصه بالمخالفات والعقوبات الضبطيه بقول النهارده هو ما كانش في على مستوى الحدث اعتقد مباراه فرصه ان هو يراجع نفسه فيها كابتن ايمن الحمد لله ما فيش خطا تحكيمي مؤثر في نتيجه المباراه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله نتمنى باذن الله مين حكم مباراه العوده كابتن اعتقد ندالة ان شاء الله ندالة او دانيال لاريا مش فاكر ولكن هيبقى المباراه هنا ان شاء الله النادي الاهلي يخلص يا كابتن باذن ايمن ودايما النادي الاهلي لما بيخلص خلاص التحكيم ما بقاش ليه دور في المباراه ودايما النادي الاهلي بيسهل مهمه التحكيم هنا على استاد القاهره ان شاء الله الاهلي يفوز ويفرح جماهيره كلنا بنتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يفوز ان شاء الله ونادي الزمالك بكره يفوز ان شاء الله تبقى البطوله هنا وهنا ربنا يكرم الكره المصريه والتحكيم على مستوى افريقيا مستوى ان شاء الله باذن الله شكرا كابتن ايمن شكرا جزيلا كابتن ناصر شرفتنا الله يخليك طيب هنروح للزميل العزيز كريم احمد مره ثانيه ولقاء مع الكابتن خالد بيبو مدير الكره بالنادي الاهلي من جد التحيه لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان نتيجه طيبه جدا في ظل اجواء صعبه كالعاده تحضير كالعاده اكثر من رائع على المستوى الاداري والتنظيمي والفني لعيبه رجاله قدرت ان هي تخرج بالمباراه بنتيجه 0-0 لكن في امور كثيره جدا اكيد هنتكلم فيها مع الكابتن خالد بيبو مدير الكره برحب بيك كابتن خالد اعتقد نتيجه طيبه لكن مباراه العوده اكيد ليها حسابات كثيره جدا حسابات عديده على المستوى الاداري على المستوى الجماهير مستوى ايضا كمان لعيبه النادي الاهلي لكن بشكل عام شفت الاجواء ازاي تحضيرنا كان ازاي انا عارف ان انت كنت قافل على الفرقه مع كل اللعيبه عشان نطلع بالصوره اللي احنا طلعنا بيها النهارده حابب تقول يا كابتن خالد بعد المباراه الاولى والله الحمد لله طبعا على كل شيء المباراه طبعا الشوط الاولاني انتهى فاضل الشوط الثاني في القاهره وان شاء الله هيبقى وسط جماهيرنا وسط ملعبنا واتمنى ان شاء الله نشوف انا عرفت ان التذاكر كلها اتباعت وان شاء الله نشوف يعني الاستاد مقفول لان ده هيبقى حافز بالنسبه لنا كويس جدا للعيبه وان شاء الله نقدر ناخد البطوله احنا اشتغلنا والجيم كان ممكن في الاخر ان احنا نقدر نخطف جول الجهاز الفني اشتغل بشكل كويس وحضر للمباراه بشكل محترم جدا والحمد لله يعني
قدر الله ما شاء فعل. كان نفسنا ان احنا نعمل نتيجه احسن وان احنا نرجع القاهره واحنا كسبانين، انما الحمد لله لسه عندنا شوط تاني في القاهره ان شاء الله نقدر ان احنا نكسب ان شاء الله. كالعاده الحقيقه بيبقى وجود الكابتن محمود الخطيب في المباريات الحاسمه قيمه كبيره جدا، ما بيتكلمش لكن نظراته بتوصل للعيبه، كلماته البسيطه مردوده. انت خبره كبيره كابتن خالد ولمست هذا الامر، الامر ده بيمثل لك ايه كمدير كل نادي الاهلي وبيمثل اللعيبه ايه يا كابتن؟ لا طبعا ده كابتن محمود الخطيب، يعني وجوده طبعا بيدينا كلنا راحه، يعني انت بتشتغل وانت مرتاح، وانت بتشتغل وانت هو يعني مأمنك وبيطمنك وبيقول لك اشتغل انا معاك وفي ظهرك، واللعيبه كلها بتبقى حاسه ان هي الكابتن موجود معاها، يعني بيعملوا الف حساب طبعا دي، وان هو طبعا يعني اللعيبه كمان ما تبقاش عايزه تزعل الكابتن، يعني دي نقطه مهمه جدا، بيبقوا خايفين على زعله، خايفين ان هو يبقى مش مبسوط، خايفين ان هو يبقى متضايق. فدي حاجات بتخلي اللعيبه كمان تبقى عندها حافز اكتر، طبعا نفسها تكسب ونفسها تعمل حاجه كويسه، والجماهير دايما بتطالب لعيبه النادي الاهلي ان هي تكسب وان هي تبقى دايما على طول نمره، ما تعرفش غير نمره واحد، وده طبعا بيبقى حافز قوي جدا. فلما بيكون بقى كابتن محمود الخطيب نفسه موجود معاك فطبعا دي حاجه بتبقى حافز قوي جدا للعيبه، كل ما يروح حتى بيلاقوا الكابتن موجود معاهم، فده حاجه بتبقى كويسه جدا طبعا ليهم ولينا. في اجتهادات كتير جدا من دلوقتي لغايه لما نرجع القاهره على علي معلول، حبيت تقول ايه على علي معلول؟ يا رب ان شاء الله تطلع اصابه بسيطه، لكن حابب تقول ايه يا كابتن؟ طبعا علي نجم كبير، لعيب مش صغير، لعيب كبير، ونتمنى له طبعا ان يعني الاصابه تبقى بسيطه. طبعا انا ما اقدرش اقول اصابه تصريح دلوقتي، لازم اطمن عليه ولازم يبقى في اشاعه ولازم يبقى في كذا اشاعه ونطمن قبل ما ناخد اي اجراء في اي حاجه وقبل ما نقول اي حاجه، واكيد لما يعني يبقى في حاجه واضحه هنقول لوسائل الاعلام على الاصابه بتاعه الكابتن علي. انما دلوقتي مش عايزين اجتهادات، مش عايزين اي حاجه، يعني ده لعيب كبير، ما ينفعش ان احنا يعني نبتدي نقول اي حاجه على اي اصابه، الناس كلها تبتدي تفترض حاجات، احنا هنعمله اشعه على طول وان شاء الله يبقى حاجه بسيطه. كلمه اخيره لكل اللعيبه، مطلوب منهم ايه المباراه القادمه؟ لها حسابات مختلفه كثيره جدا يا كابتن خالد. والله جمهور النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي عارفين ان احنا هدفنا واحد، احنا كلنا بنشتغل على رقم واحد، وان شاء الله محتاجين كلنا نتكاتف زي ما احنا كنا قافلين على نفسنا كده في الفتره اللي فاتت. اللعيبه كلها يعني كانت مركزه بشكل كويس جدا، وكل الناس نسيت كلمه انا وبين احنا، وده هو ده النادي الاهلي واللي احنا متعودين عليه، ان احنا فيش انا خالص، في احنا، وبنتكلم دايما بصفه الجماعه، مش احنا بقى بنتكلم بقى بصفه الجماعه، لعيبه وجهاز ومجلس اداره وجمهور، ان احنا ان شاء الله كلنا نقدر ناخد البطوله دي لان هي مهمه جدا بالنسبه لنا. شوط اول انتهى ومحتاجين دعم كل جمهور النادي الاهلي في الشوط الثاني. شكرا جدا كابتن، شكرا، ربنا يخليك. كل الشكر والتقدير الحقيقه للكابتن خالد بيب مدير الكره بالنادي الاهلي، والشكر موصول لكل لاعبتنا وكل لاعبي النادي الاهلي على الجهد المبذول. منتظرين بقى جمهورنا في مباراه العوده، انا عارف يمكن اكيد في تحضيرات كثيره جدا على المستوى الفني زي ما قلنا على المستوى الاداري بالنسبه للكابتن خالد بيب وكل لاعبي النادي الاهلي، لكن اللي يهمنا الحقيقه ان احنا نطمن عليه معلول ان شاء الله باذن الله تكون اصابه بسيطه، يوصل القاهره بمشيئه الله ويتم الفحص الطبي والاشعاعات. يا رب ان شاء الله عليه تكون اصابه بسيطه وتشارك مع كل فريق النادي الاهلي في البطوله رقم 12، ويا رب البطوله رقم 12 ترفع في القاهرة. شكرا جزيلا زميل العزيز كريم أحمد. يمكن كريم اتكلم عن نقطة مهمة جدا يا كابتن شريف، وهي دور الجماهير في مباراة العودة إن شاء الله. أكيد طبعا، يعني وبعد النتيجة دي كمان الدنيا كلها عايزة تروح الماتش، الناس كلها بتتكلم إنها تحب تتواجد في نهائي أفريقيا اللي هو موجود في مصر هنا بين الأهلي والترجي. يعني لو احنا ما عندناش شغل هنا حتى ما كلنا هنبقى نتمنى ان احنا نبقى موجودين. يعني في نقطه بس عايز اكلمك فيها عشان شكل المباراه وشكل اللي جايه، يعني انت حصل لك حاجتين في الماتش ده وداك للاداء ده او ودى المباراه للشكل ده، اصابه علي معلول في اول المباراه، والكرة اللي هي بعد ما وقع هو واتلعبت ناحيه اليمين وجت فحصل تهديد، كره 100% كانت ممكن تخش جول عادي جدا وطبيعي جدا. هنا حصل ايه بقى؟ يمكن انت كان عندك مفهوم ان انا شفت من اول مباراه احنا بنهجم، من اول مباراه اول خمس دقائق حصل لك كشيت، مش كشيت بس الصدمه بتاعت علي معلول اولا ان هو مبقاش موجود وبتنزل حد مش في المكان ده، ومين بقى اللي هيشيل الليله دي؟ محمد عبد المنعم
وربيعه ومحمد هاني وشوبير. فاكر احنا كنا بنتكلم على شوبير لما بيحرس المرمى لازم من الشكل اللي قدامه هو اللي بيديله الامن ويجي الشكل نص الملعب اللي بعد كده. فدي حاجات حصلت في مباراه يعني عشان نشرح بس خلت المباراه شكلها كده وخاصه من عندنا احنا. ولكن احنا في الشوط الثاني اهدرنا بصراحه, اهدرنا تحقيق الفوز واهدرنا ان احنا ممكن كنا نجيب اجوان. ولكن خلاص يعني قدر الله ما شاء فعل والدنيا مشيت كده. دور الجماهير طبعا اكيد مش هتلاقي خرم في الاستاد ده, الدنيا كلها بتبقى اللي على السلالم والموجود شكل كده بتاع انجلبير بتاع الاسماعيلي بتاع سنه 70 و 69 70 ده اكيد اللي هتشوفه ويا رب يكون ايجابي علينا كلاعيبه ويا رب يكون ايجابي على اليوم كله. يعني الجماهير بتحرك اللعيبه بشكل غير عادي زي ما كان الريسيفنج او النهارده لاعب من الترجي بيرقص واحده وراح وبنسمع لها في مصر الاستاد كله هيتهز نهار اسود باذن الله من اول تصويبه من اول هدف من اول فباذن الله يبقى كل اللي حواليك ده والاستعدادات دي وموضوع مش سهل الاستعدادات دي كمان يعني من النهارده لو تخش النادي الاهلي الناس يعني دكتور سعد شلبي بالمدير التنفيذي بكل العلاقات العامه بكل الدنيا كلها ما بيناموش مستنيين يعني خلاص ما حدش بينام بقى خلاص صحيح. انت دلوقتي طوارئ طوارئ على مستوى الجمهوريه كلها الحقيقه للمباراه الجايه باذن الله. الحمد لله النهارده على النتيجه دي تسمح لك وبتديك اسبقيه باذن الله في ملعبك وبين جمهورك العظيم اللي انا احنا بنبقى عايزين البطوله دي للجماهير بنراهن عليه دايما احنا عايزينها ليهم هم ولينا خدت بالك وللعيبه وللدنيا كلها وفرصه كلنا حاسين بيها دلوقتي فيا رب تتم على خير. طيب نروح مره ثانيه لكريم احمد ولقاء مع اسامه ابو علي لاعب النادي الاهلي. مستمرين مع كل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. شوط عظيم الحقيقه الكل اجتهد فيه بالنسبه للاعبي النادي الاهلي, صفحه واتقفلت في الشوط الثاني في القاهره. لكن اكيد حابين نحيي كل نجوم النادي الاهلي وعلى راسهم الحقيقه اسامه ابو علي. مجهود كبير جدا اسامه النهارده الحقيقه, بذلت مجهود صعب جري في كل حته, كان محتاج ان انت تطلع كل اللي عندك في الشوط الاول هنا في تونس. شايف المباراه ازاي, الاجواء ازاي, حطينا كده بخبرتك شايف النهارده اليوم كان عامل ازاي؟ اهلا وسهلا بيكم. لا النهارده كان ماتش صعب قوي. الحمد لله على التعادل. احنا جينا هون نجيب جول نكسب الماتش, كسبناش وجبناش جول بس مروحين بنتيجه كويسه, ده حاجه انا شايفها كويس لنا. وان شاء الله ان شاء الله نكسب قدام استاد مقفول بالقاهره ان شاء الله يا رب. وماتش صعب يعني الواحد بيقول كل واحد كل لعيب كان يجري لنفسه ولزميله لحده, وانا من اول قدام ولاخر لعيب ورا. كلنا عارفين انه ده ماتش علينا ضغط قوي 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 من الجمهور, يعني ما شاء الله عليهم بيضغطوا وبيساعدوا فرقتهم. واحنا كرجاله كفرقه كل 11 ومش عارف كم واحد قاعدين بره كله ساعدنا بعض, ده اللي اتكلمنا قبل الماتش وده اللي حصل الحمد لله. الخبرات الكبيره والتحضير النفسي كان مهم جدا يا وسام, وتحديدا كمان مع مستر كولر. معاك انت شخصيا مستر كولر اتكلم معاك قال لك ايه قبل المباراه, لان انت الحقيقه بذلت مجهود كبير وواضح ان كان في تعليمات خاصه لاسامه ابو علي. في حاجات ما بكلم فيها عشان ماتشات الجاي يمكن ارجع عيدن, بس غير كده ما كلمنيش كتير يعني حاجات صغيره بالضغط, اضغط على مين اضغط فين, وزع مجهودك, ايوه اجري ازاي لما يكون معنا الكوره. واقول لك اخره يعني كلاعب كوره لما تحس الماتش وتحس الاحساس في الماتش يعني الضغط علينا عم ضغطين هن لتحت, اذا انت بتكون عايز تجري هالمتر مترين تساعد زميلك بتساعده. انا اول من اللعيبه دول, ف لا اي اللي اضغط ضغطك والعب لعبك. واليوم لعبت لعب الماتش اللي هو كان صعب وكان زي المخانقه. مباراة تانية مع وسط جمهور النادي الاهلي في استاد القاهره لها حسابات مختلفه فنيا وجماهيريا. وسام شايف التحضير ازاي الفتره اللي جايه ورغبه اللاعبين ازاي ان احنا نحصد اللقب 12 بمشيئه الله؟ لا اهم حاجه احنا بدماغنا كلنا انه لازم نكسب الماتش ده, وان شاء الله ان شاء الله نكسب. نتيجه كويسه اجينا انه احنا بندافع كويس كفرقه
واخترعنا كم فرصه كمان هنا. مش اكبر فرص بس يعني من الضغط و ايوه في ظل الظروف ومن قلوبنا لبعضنا اخترعنا كم فرصه. فان شاء الله بالكهر يكون ماتش مختلف شوي، معنا الكوره اكتر، نخليهم هن يجروا نعمل فرص ونجيب جول اللي يكسبنا الكاس والماتش ان شاء الله. يسلمك، شكرا حبيبي. شكرا جزيلا، كل الشكر والتقدير والتحيه الحقيقه لوسام ابو علي وكل نجوم للنادي الاهلي. مجهود صعب جدا، كواليس كانت صعبه الحقيقه، سواء في التدريب الاخير، سواء في المباراه، سواء في التحضير الجماهيري، لكن الحقيقه يمكن لعيبه النادي الاهلي كالعاده كانت رجاله، قدرت تتخطى المباراه الاولى. زي ما بنقول شوط اول انتهى، ينقصنا شوط ثاني. النادي الاهلي في خطوه مهمه جدا نحو منصه التتويج، وان شاء الله باذن الله في القاهره لها حسابات عديده ولها حسابات ايضا مختلفه مع الجهاز الفني ومع كل جمهور النادي الاهلي اللي رهاننا كبير جدا عليه. ان شاء الله باذن الله تكون فرحه كبيره جدا في مصر مع كل جمهور النادي الاهلي. شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم احمد. اكيد ماتش العوده طبعا زي ما قلنا في الاول هو ده ماتش الحسم دايما في المباريات او البطولات اللي بيبقى فيها ذهاب وعوده، بنقول دايما ان المباراه ما بتحسمش في المباراه الاولى، نتيجه البطوله او حسم البطوله ما بيحسمش في المباراه الاولى، ولكن يحسم بنسبه كبيره جدا 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 في المباراه الثانيه. وده اللي نجح فيه النادي الاهلي النهارده، ان هو فرض التعادل السلبي على الترجي في ملعبه. اذا النقطه بقى الاهم ان انا احسم الامور في المباراه الثانيه عندي في ملعبي يوم السبت الجاي ان شاء الله. جدا جدا جدا، وزي ما شفنا التذاكر يمكن بعد نص ساعه خلصت، وهنشوف يعني جماهير النادي الاهلي كالعاده بتملى استاد القاهرة، وبإذن الله بإذن الله يكون الحسم لينا في استاد القاهرة بالبطولة رقم 12. معانا بعض الحالات الفنية كابتن شريف، يا ريت نجيبها على الشاشة نتكلم فيها. و هنا فريق الترجي كان عامل من في اللحظات القليلة جدا اللي كان بيعمل ضغط علينا في نص ملعب. هذا في اول المباراه، دي في اول 10 دقائق ده بالزبط. رد فعل اللي انا كلمتك فيه، الهجمه اللي جت بالعرض بس احنا عرفنا ان احنا ناخد الكره ونطلع بيها من الضغط. ما انت كنت بتمتاز في حاله المباراه دي، انت بتمتاز في حاجه تمنيناها ولقيناها في الهدوء والثقه في الباس بتاعك والثقه في اللعيبه في التسليم والتسلم، هو ده الشكل. ولكن الانتشار اللي انت شايفه بتاع الترجي ده كان سببه اعتقد علي معلول كان خرج متهيألي في الوقت ده، فبتجيلهم هسه كده ان انت كمان وقع منك لاعب مهم جدا. يعني خلي اللقطه دي، احنا ممكن نشوف التصرف هنا يا ايمن كويس وعلي موجود غير التصرف وفي حد مش في مكانه. فهمتني؟ أي. يعني انا لو محمد عبد المنعم اللي معاه الكوره ده وكريم اهو في وشه انا اروح مطلعها سيفتي ما العبهاش اندارك باص للراجل اللي هو مش على عينيه بالظبط عشيشه كمان ما ورطوش يعني وما عملوش تقييم ولا عمل له اختبار ولا اي حاجه، فعايزين الدنيا تبقى بيس يعني. صحيح. اللي انا بس لو تشوف امام عاشور وده حسين الشحات تالي ولا مين ده؟ ودي كريم فؤاد مروان واكرم، لا على خط واحد كلهم، يعني لازم هنا ما يبقاش الفراغات اللي هي في النص دي. كريم ومروان لا كريم عنده الكوره مش كده؟ كريم عنده الكوره ومحمد عبد المنعم ده الشحات فهمتني؟ امام عاشور ده امام؟ ده امام ده امام. ومين هناك؟ وسام، انا الكاميرا مش شايف وسام الناحيه الثانيه. وسام وبيرسي طاول انا كنت عايزه يلعبها الكره دي اتحسبت اتقطعت يعني اتبصت باصه مش مظبوطه يعني، بس احنا قدرنا نطلع بيها ونعدي. انا عايزك بص احنا كنا فين؟ مظبوط 2 4 6 حوالين 2 لعيبه بس اسود من اللون الاحمر يعني. ف الكلام ده الكرة دي يا شريف الكرة دي بالتحديد يا ايمن لو هي مع امام عاشور المفروض في الطبيعه في الحاله الهجوميه بتاعتنا وسام بيجي ياخد المساك معاه يجيبه ونص ملعبك من نص الملعب هو اللي نص ملعبك بيكمل. طيب دي لقطه ثانيه يا كابتن حشيش واحنا بقى بنضغط على فرقه الترجي في الدقيقه 55. تمام. فرقه الترجي ده اعتمادها زي ما بنقول على الكرات الطوليه تمام
اول ما بتضغط عليها. وده اللي طالبنا بيه. يمكن الكابتن شريف قال لك انا اضغط عليهم الشوط الثاني لان هم واقدر اغلط، لان هم ايمن ما عندهمش من اللعيبه في الخط الخلفي ان يقدر يطلع بالكوره يبدا مع رأس يبدا الهجمه ويبني هجمه مزبوط. من تحت مظبوط. هو اول ما بتضغط عليه بيلعب الكره طويله صحيح. عشان احنا انا عايز اقول لك حاجه كمان، ان انت برغم النقص العددي في الحاله الهجوميه بتاعتك انما برضو قدرت ان انت يعني توصل للمرمى بشوطه او حتى في ال 18 برغم النقص العددي. اتكلم على اثنين بس هم اللي بيهاجموا، امام عاشور ومعاه وسام صحيح، لان هم حتى المساكين هم كل قصتهم في العالي ممكن يلعبوا كويس مظبوط. انما على الارض لا، نتيجه لطول القامه صح. والقوه صح. ممكن او تخترق واحد على واحد، يعني ممكن واحد على واحد تخترق مظبوط. ما بين ده وما بين ده، عشان كده بقول لك ان هنا الوضع هيبقى مختلف صحيح. هات لي اللعبه دي برضو مره ثانيه. دي يا كابتن اسامه كانت هجمه للترجي وقدرنا نستخلصها ونعمل بيها هجمه. لا نجيبها من اللقطه اللي فاتت من اولها. ايوه كده، هنا اول ما قطعنا الكور اتفضل. يعني هي طبعا الترجي بيحاول يعمل ضغط لقدام، بس هو مشكله الترجي ان ضغطهم مش ما بيكملش. ولا مره شفتهم بيضغطوا الخطوط متقاربه وبيضغطوا بشكل معين، تلاقي ثلاثه رايحين لقدام عشان يضغطوا وفي مساحه وراهم الباقي مش ضاغط فبتتلعب. دي الكره دي فرصه 3-2. الكره دي من الاول وهي من نص الملعب انا كنت افضل بدل ما امام يمشي بيها كان يلعبها لوسام وهو يتحرك هو وبيرستو في الفاضي. هو مشي بيها عطل شويه، يعني لما لو رجعنا الصوره تاني من نص الملعب، لا الصوره الاولانيه اللي هي من ساعه ما استلموا في نص الملعب، ايوه هي دي. بص دلوقتي اعتقد اكرم اللي لعبها له وراح، المفروض الكره راحت لامام ووسام ابو علي بيتحرك هنا. هو لو حطها في بص السردباكين ورا قوي، لو حطها هو لوسام قدامه كده وهو مشي على الفاضي مع بيرستا، وهو لما مشي بيها كان ابتدى لعيبه الترجي اللي نمره 20 اللي هو بن حميده والراجل في نص الملعب ابتدوا يقربوا. لا ومع ذلك اتلعبت بس متاخر شويه تقريبا، وسام يعني بيتزحلق وبيلعبها له بعد كده هو سدد. لا دخلتها هنا منه اكرم توفيق. يعني ما احنا قلنا اكرم قطع عليه. ايوه ما كملتش بطريقه مظبوطه، يعني المفروض كانت 3-2 من نص الملعب، كان التصرف يبقى افضل من كده، فالتصرف ما كانش في محله. يعني كانت واحد وكانت من الهجمات اللي ممكن تبقى هجمه واعده يعني. صحيح. بكده أعزائي المشاهدين بنصل لنهاية الاستوديو التحليلي لمباراة الذهاب في نهاية بطولة أفريقيا الأندية أبطال الدوري بين الأهلي والترجي التونسي، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، والحسم يتأجل أيضا للمباراة القادمة يوم السبت القادم بإذن الله 25 مايو على ملعب استاد القاهرة وسط جماهير النادي الأهلي العظيمة. كل التوفيق للنادي الأهلي في المباراة القادمة إن شاء الله، ومنتظرين حشد الجماهير الكبير في ملعب استاد القاهرة. وزي ما تعودنا دايما اللعيب رقم واحد هو جماهير أو هي جماهير النادي الأهلي، وهي دائما ما تصنع الفارق لصالح النادي الأهلي. بشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني النهاردة، كابتن شريف عبد المنعم شكرا، كابتن بالتوفيق النادي الأهلي المباراة القادمة إن شاء الله. شكرك كابتن، ولعبتنا إن شاء الله تيجي بالسلامة ونبارك لبعض باذن الله يا رب ان شاء الله. كابتن اسامه عربي شكرا يا كابتن شرف. شكرا، وبرده الى حد ما الحمد لله مبروك على النتيجه دي، لكن ان شاء الله الحسم واحنا قلنا كده قبل الماتش هيكون في القاهره باذن الله يرجعوا بالسلامه ويستعدوا بقى من بدايه الاسبوع ان شاء الله. ربنا كابتن محمد حشيش شرفتنا يا كابتن، شكرا. اشكرك ايمن، وبقول النتيجه طالما ما فيش اهداف دخلت في مرمى النادي الاهلي وصفر صفر، عندك الماتش الثاني، عندك جمهورك، النادي الاهلي قادر ان شاء الله باذن الله بامكانياته الكبيره ان يكسب فريق الترجي هنا وياخد البطوله، ونبارك الجمهور النادي الاهلي كله ومجلس الاداره طبعا. كابتن عبد الرحمن شكرا يا كابتن، توفيق النادي الاهلي. شكرا يا كابتن ايمن، الماتش صعب الثاني صحيح، لازم الاسبوع يتقضى كويس، لازم التركيز ويحضر تركيز، وهنشوف هنعمل ايه في الاخر باذن الله نكسب ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله، وروح بقى للعوضي عشان مستنيني. وشكرا لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه،
وعلى أمل أن نلتقي بكم مرة أخرى واستوديو تحليلي آخر لكم مني أطيب المنى وورقة تحياتي.